بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى. حلقتنا بتبقى في النص الاول مجموعه من الاخبار، والحقيقه النهارده عندنا اهم واحدث الاخبار اللي حصلت او الاحداث الرياضيه اللي حصلت خلال يومين ثلاثه اللي فاتوا، جايبينهم لحضراتكم وتعليقنا عليهم سريعا ان شاء الله. النص الثاني من حلقتنا يعني بنتشرف باستضافه المهندس عبد الله غراب وزير البترول الاسبق ورئيس نادي الصيد او رئيس مجلس اداره نادي الصيد، المهندس عبد الله غراب هيكون معانا في الفقره الحواريه. الحقيقه هنتكلم معاه في امور كثيره جدا، هنتكلم معاه عن الرياضه بصفه عامه، هنتكلم معاه عن تعديلات قانون الرياضه ايضا، هنتكلم معاه عن الصعوبات اللي بتواجه رؤساء الانديه خاصه الوقت اللي احنا فيه، في طبعا يعني اكيد في صعوبات بتقابلهم بشكل كبير مجالس الادارات في الايام دي، خاصه انه بيحاولوا يلبوا رغبات الجماهير العموميه وفي نفس الوقت الانديه بتحاول تحافظ على النشاط الرياضي بتاعها. لا، الموضوع فيه صعوبات كتيره جدا. كمان هنتكلم عن التفوق الحقيقي الرياضي اللي ظهر فيه نادي الصيد في الفتره الاخيره لدرجه انه بقى منافس قوي مع النادي الاهلي في بعض الالعاب، ومش كده بس، ده بيحتضن ايضا بعض الالعاب الاولمبيه زي تايكوندو، لاعبين اولمبيين بيحتضنهم نادي الصيد. يعني في طفره رياضيه كان لازم يكون معانا النهارده المهندس عبد الله غراب، هنعرف منه الكثير والكثير اللي ان شاء الله يكون حصري في قناه النادي الاهلي. انتظرونا ان شاء الله في الفقره الحاليه. نروح لاخبارنا. الخبر الاول هو كره اليد. منتخبنا النهارده استطاع انه يفوز على المجر ويحصد المركز السابع في بطوله العالم، الحقيقه بعد اداء يمكن متوسط، يمكن اداء ما ارتقاش لطموحات جماهير ومحبي كره اليد المصريه. منتخبنا كان بيضم 6 لاعبين الحقيقه من النادي الاهلي، واستطاع ان هم يؤدوا اداء كويس. روبرتو جارسيا المدير الفني يعني استطاع انه ياخد المركز السابع، ويمكن عندنا بعض التعليقات او بعض الملاحظات على اداء المدير الفني في هذه البطوله اللي غاب عنه التوفيق في بعض القرارات. الحقيقه احنا من حقنا ننتقد طبعا في وقت من الاوقات، زي ما بنسقف وزي ما بنشيد لازم في لما بيحصل اخطاء بننتقد. الحقيقه يعني روبرتو جارسيا الحقيقه كان في غلطات كثيره جدا في البطوله، يمكن ادى وقت لمجموعه اكتر من لاعبين على حساب مجموعه ثانيه كانت تستحق اختيار حراس المرمى، في كلام كتير في وقت هنفرده، انما طبعا بنقول مبروك لمنتخب مصر المركز السابع. النهارده كانت المباراه ماشيه بشكل جيد الشوط الاول مع المجر 17-11 لمنتخب مصر، ولكن سبحان مغير الاحوال الشوط الثاني وهو شوط المدربين انقلبت الايه تماما ووصلنا للتعادل مع منتخب المجر، ورحنا لوقت اضافي اول وتعادلنا 31-31 في الوقت الاضافي الاول، وبعد كده رحنا لوقت اضافي ثاني واستطعنا ان احنا نفوز في الوقت الاضافي لنحصد المركز السابع. من تصوري انا منتخب مصر كان يستحق الحقيقه اداء افضل او نتيجه افضل، كان ابسطها ان احنا نفوز على المانيا ونلعب على الخامس والسادس، ولكن ده ما حصلش. ونتمنى ان شاء الله من اللجنه المؤقته اللي احنا عندنا كلنا ثقه ان شاء الله انها هتقوم الاداء او هتقوم النتيجه. احنا ما تراجعناش كتير، يعني احنا من رابع عالم او رابع اولمبيات لسابع، ما تراجع ما كانش عنيف، ولكن مصر او منتخب اليد على طموحات محبي كره اليد، فيمكن احنا مش محتاجين نقول الكلام ده لان اكيد اللعيبه حاسه بيه واكيد الجهاز، ولكن اتصور ان روبرتو جارسيا دي ممكن تبقى بطولته الاخيره مع منتخب مصر من وجهه نظر يعني واجب التغيير، لانه تدريبه او مسؤوليته عن تدريب فريق في المانيا من ساعه ما هذا القرار اتخذ الحقيقه هو ما كانش مركز بالشكل الجيد مع منتخب مصر، وكان بعيد حتى في متابعه اللاعبين، وده اثر بالسلب على اختياره اللاعبين في الملعب. تغييراته هو ما شافش، ما اتفرجش خلال السنه اللي فاتت او خلال الاربع خمس شهور الاخرى اللعيبه عامله ايه في الدوريات، لان هو مع فرقته في المانيا اكيد مش متابع غير لما يكون في القاهره، مش متابع حراس المرمى. النهارده محمد علي عامل مباراه كبيره اللي هو طلعه 3-4 ماتشات بره السكور، حميد عامل مباراه كبيره مطلعه بره، فهو ما شافش اللعيبه وصلت فين، هو عنده لقطه وشافها من سنه وماشي عليها. الحقيقه روبرتو جارسيا غير موفق تماما، واتصور انا ما عنديش معلومه، اتصور ان دي هتكون بطولته الاخيره مع منتخب مصر، لانها وجب التاخير ويجب ان على اتحاد كره اليد التاني في اختيار المدير الفني القادم باذن الله. هنروح لكره اليد سيدات، بيستعدوا بشكل كويس، كان عندنا مباراه مع المعادي، مباراه المعادي دايما تحمل حمل الذكرى وحشه من الدور الاول وهي كانت اصابه نصر عيد عبد الملك، ولكن الحمد لله المباراه دي عدت على خير وفوزه او فزنا 28-19 في مباراه. الحقيقه كابتن محمد عادل زوره المدير الفني غير كل اللاعبات وجربهم، واحنا بنلعب دلوقتي في تاني جولات المرحله الثانيه من العمومي للموسم اللي احنا فيه.
طيب الماتش ده كان الفوز الثاني على التوالي بعد ما فزنا على الطيران بنتيجه 26-19، ويتبقى ان شاء الله الجوله الثالثه اللي هتكون مع نادي الزمالك القادمه باذن الله. طيب الفرقه افضل، الفرقه افضل، وبنلعب في الدور الثاني، احنا ست فرق هيلعبوا رايح جاي، وبعد كده هيتم اختيار اربع فرق منهم هيلعبوا الدوره مجمعه نهائيه لتحديد بطل الدوري هذا الموسم. نتمنى ان شاء الله التوفيق لهذا الفريق اللي الحقيقه النادي الاهلي دعمه بكل شيء كمجلس اداره وكنشاط رياضي، دعمه بكل شيء بجهاز فني جديد بمحترفه تم تغييرها تونسيه، وبعد كده جت محترفه سنغاليه اخرى وتم تبديلها في مواعيد تبديل اللاعبين الاجانب، والحقيقه يعني الفريق اتعمل له معسكر جيد كمان في الكويت ببطوله الكويت الدوليه وفازوا بيها. ان شاء الله المستوى يتطور ويستطيعوا ان هم يفوزنا بالدوري هذا الموسم والكاس وعودتهم مره اخرى لمكانهم المفضل في النادي الاهلي. هنروح لكره السله رجال، واللي بيستمر في الرياده وفي الصداره في دوري السوبر بفوز جديد على المصريه اتصالات. المباراه التي اقيمت اول امس يوم الجمعه على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، واللي انتهت فارق كبير 84-44، ويستمر مسلسل الأداء الجيد اللي نتمنى إن شاء الله البقاء عليه لحين مباراة القادمة إن شاء الله مع التأمين، وبعدها ستوقف الدوري حتى يعطي الفرصة لتجمع منتخب مصر عشان الويندو الأخيرة أو النافذة الأخيرة لتصفيات كأس العالم. الحقيقة الفريق يمكن أدى أداء كويس، الفريق طبعا وصل رصيده ل 18 نقطه زي ما قلت لحضراتكم بدون ولا هزيمه حتى الان، وهيتوقف الدوري طبعا طوال شهر فبراير كله عشان يلعب بيوم 26 فبراير على ما اتذكر الويندو الاخيره. منتخب مصر يكفيه فوز وحيد حتى يتاهل لكاس العالم. الحمد لله يمكن روي رانا المدير الفني الكندي من ساعه ما جه عمل طفره كويسه، هو مدير فني قدير، كان ابرز انجازاته كمدير فني هو الفوز بكاس العالم للشباب تحت 17 سنة والتي أقيمت في استاد القاهرة في الصالة رقم 1 سنة 2017. فهذا الرجل له باع كبير في البطولات الكبيرة والتأهل للبطولات الكبيرة أيضا، فكان اختيار موفق الحقيقة من اتحاد السلة ودعم وزارة الشباب والرياضة، والرجل الحقيقة إن شاء الله يحقق طموحات المصريين بالتأهل لكأس العالم، ويتبقى الأداء الجيد في كأس العالم اللي نتمناه إن شاء الله بعد التأهل. لا نبحث هنا عن أداء مشرف، زي ما أنتم شايفين فريق كرة اليد بياخد 7 عالم، احنا مش هنطالب ان احنا من اول مشاركه بعد غياب ناخد 7 عالم، ولكن على الاقل تتاهل للدور الثاني. لازم يكون هدف منتخب مصر كره السله، وهنقول وهنعيد لان مصر تستحق كده، في جيل كويس جدا، الجيل اللي موجود دلوقتي جيل جيد. اتصور ان مستر روي رانا هيحط جدول اعداد للمنتخب عشان كاس العالم هيكون محترم، واتصور انه هيلقى دعم من وزاره الشباب والرياضه والاتحاد واللجنه الاولمبيه عشان نطلع نظهر بمظهر جيد. لازم نكسب مباراه او اتنين في كاس العالم، ما يبقاش نروح كاس العالم عشان نخسر 3 مباريات في المجموعه ونغادر. اكيد منتخب مصر يستحق اكتر من ذلك في ضوء وجود جيل جيد، جيل جيد، مجموعه من اللاعبين جيدين صغار في السن. اتصور ان شاء الله ان احنا ممكن نعمل حاجه في كاس العالم. يعني في يوم في سنه من السنين لبنان كسبت فرنسا الحقيقه، وكانت فرنسا ساعتها تاني عالم او تالت عالم، فاذا في دول سبقونا في المنطقه بانجازات في كؤوس العالم، حتى لو بفوز بدون تأهل، ولكن كان فوز يعني الحقيقة عمل زلزال كبير ساعتها في وسط كرة السلة في العالم لما جيل فادي الخطيب وليم شانتا في قدروا يفوزوا على فرنسا بكامل نجومها، ده كان حقيقة حدث كبير جدا. هنروح لكرة الطائرة رجال، وكان عندنا مباراة مهمة مع بتروجيت، فريق بتروجيت فريق محترم، واستطاعوا كابتن محمد مصلح حميد واللاعبين تخطي عقبة بتروجيت بفوز 3-0، وانتهت الأشواط كالآتي 25-19 25-17. الفوز ده هو الفوز الخامس للأهلي على التوالي بعد الفوز على سبورتنج الطيران اتحاد اسكندري سموحة بتروجيت. يتبقى لك في هذا الدور المباراة القادمة هتكون مع نادي الزمالك يوم الخميس القادم إن شاء الله. آسف، المباراة الجاية كنت طلائع الجيش هتبقى دي المباراة القادمة على طول، وراها مباراة يوم الخميس نادي الزمالك في الدور الثاني، اللي نتمنى إن شاء الله الفوز بالعلامة الكاملة وعودة الدوري أيضا للكرة الطائرة وتصحيح المسار. فريق الماسترز هو الفريق الأكبر حصولا على البطولات المحلية والأفريقية، وإن شاء الله يكون دي بداية واستعادة تانية للريادة في الوقت اللي هتبقى فيه بطولة عربية في القاهرة هيشارك فيها النادي الأهلي، وأيضا في بطولة أفريقية هيشارك فيها النادي الأهلي. يعني فريق كرة الطائرة السنة دي عنده 4 بطولات، دوري، كأس، بطولة أفريقيا والبطولة العربية. وعايز أقول لكم البطولة العربية لا تقل أبدا صعوبة
عن البطوله الافريقيه، لان البطوله العربيه بيشارك فيها دول شمال افريقيا اللي بتبقى المنافس الاساسي والرئيسي للنادي الاهلي في افريقيا. فاذا البطوله العربيه هي بطوله افريقيا مصغره هتتلعب في القاهره ان شاء الله. نتمنى طبعا النادي الاهلي يقوم بها بشكل جيد. وبالنسبه للقرعه هتتلعب قريب، القرعه هتتعمل تقريبا كمان يومين، معلش صحوا لي يا جماعه المعلومه، يوم 5 فبراير هتتعمل القرعه باذن الله. نتمنى ان شاء الله، انا يعني دايما افضل واحبذ ان الاهلي يقع في قرعه او في مجموعه صعبه، دايما لما تقع في مجموعه صعبه بيبقى التاهل وطريقك سهل حتى النهايه او حتى النهائي ان شاء الله. يادوا اداء كويس كابتن محمد مصلح ميدو والفريق. كره الطائره سيدات بعد ان حصدنا لقب السوبر المصري الاول في التاريخ، الاول كاقامه، انما النادي الاهلي هو او يعني اقيم اول مره في التاريخ النادي الاهلي يحصل على اللقب الاول او اول مره يعني يقام هذه البطوله النادي الاهلي حصل عليه. بعديها خدوا راحه كبيره الفريق، ولكن بعد كده كابتن حمدي الصافي المدير الفني جمع الفريق وبدا يرفع الاحمال استعدادا لاستئناف الدوري مره ثانيه. مهم جدا ان احنا نخرج من حاله الفوز والفرح الى حاله الاستعداد ورفع التركيز الفني والبدني عشان نستعد لاستئناف المباريات اللي هتكون باي حال من الاحوال مش سهله. نادي الزمالك عمل فرقة جيدة، ولكن احنا هنا بنتكلم على النادي الاهلي فريق كويس، فريق سكواد يعني جيد، محتاج الاستعداد ومحتاج يكون على اهب درجات الاستعداد. طبعا بيتمرنوا في صالة الشهداء التدريب العادي في مقر النادي الاهلي بالجزيرة، والبدني بيبقى فيه جزء منه يا اما في الجيم يا اما في تراك الكرة في مختار تيتش. الحقيقه يعني نتمنى هذا التوفيق لهذا الفريق الحقيقه اللي هو بيضم نجمات مصر النهارده، بس ينقصهم شويه هارموني شويه ماتشات زياده، وده هتيجي مع الوقت باذن الله، حتى باذن الله يحافظوا على لقب الدوري اللي احنا دايما مفضل لينا وكالعاده كرجال وسيدات اكتر فرقتين حصد للالقاب في الكره الطائره. الكره الطائره تنافس كره القدم في ارقامها في النادي الاهلي. كده اكون خلصت اخبارنا داخل النادي الاهلي، نروح للاخبار المحليه وابرزها هو افتتاح بطوله البريمير ليج للكاراتيه، والتي تقام على ارض مصر، واللي افتتحها معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي في حضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. طبعا حدث كبير مهم بمشاركه عدد كبير من اللاعبين هقول لحضراتكم في الخبر، وده برضو استكمالا للحقيقه العظمه اللي بتقدمها مصر في استضافه البطولات الدوليه اللي بيشيد بها القاصي وداني، ان هي بتقام يعني على اعلى مستوى يضاهي كل العالم او كل دول العالم المتقدمه في الرياضه، وده بيشجع الاتحادات الدوليه، وكان اخرهم اتحاد الكاراتيه اللي هو بيساعد مصر او بيرشح مصر استضافه بطوله العالم للكاراتيه في 2025، وده الحقيقه حاجه جيده جدا. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه افتتح يوم الجمعه الماضي بطوله الدوري العالمي للكاراتيه، واللي بتتلعب على استاد القاهره الدولي في الفتره من 27 حتى 29 يناير اللي احنا فيه. البطوله مشارك فيها كام يا جماعه؟ 431 لاعب ولاعبه من 61 دوله. سامعين يا جماعه حجم الدول المشاركه وحجم اللاعبين، ده بيدل ان كل الفرق جايه حابه البطوله تتعمل في مصر وحابين يشاركوا في بطوله بتنظمها الدوله المصريه. وخلال الافتتاح كان وعد الاسباني انطونيو سينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه المسؤولين او مسؤولي الاتحاد المصري ان مصر هتنظم باذن الله بطوله العالم للكبار زي ما قلت لحضراتكم 2025، وده الانفراد الحقيقه اللي احنا انفردنا بيه، ان ده وعد انه في وعد يعني ليه ان شاء الله استضافه مصر لهذه البطوله، والحقيقه بتبقى طبعا اعداد كبيره المشاركه فيها اكتر من كده كمان. وكمان زي ما حضراتكم عرفتوا ان مصر حصلت على شرف تنظيم بطوله الدوري العالمي نسختين جايين وهيكونوا في 2024 و2025. طبعا كل ده بيبقى استعداد لبطوله العالم. الحقيقه احنا كنا عملنا تقرير جاهز يا جماعه. طيب خلينا نروح للتقرير ده عملناه في طيب خلينا ننتظر التقرير، التقرير يمكن مش جاهز، ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم انه الاحداث دي بتتوالى. انتوا شفتوا يعني بطولات كتيره جدا اتنظمت في العاب كتيره جدا على الارض المصريه، كان بدايتها بطوله كره اليد او بطوله العالم اللي اتنظمت 2021 من سنتين بالظبط يناير 2021، دي كانت قص الشريط بعد كورونا او اثناء جائحه كورونا، واللي بعديها توالت الاحداث الرياضيه على ارض مصر، واللي شجعت كتير جدا من الاتحادات الدوليه انها تسند لمصر تنظيم دول بطولات كبرى. بس عايز اشيد ببعض الاتحادات اللي بتشارك في هذه البطولات وبتادي اداء مش تنظيمي بس جيد، اداء فني كمان. يعني لعبه زي السلاح
لعبه الحقيقه زي الجمباز، لعبه زي الكاراتيه، يعني كل دول يعني ادوا اداء جيد كتنظيم وكمان اداء فني. فالحقيقه دي بتكون قمه الاستفاده، ان انت تستفاد فنيا واداريا. طيب يا جماعه التقرير جاهز، معلش عشان نروح للتقرير لسه. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونطلع بعد الفاصل هنستقبل معالي الوزير المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس اداره نادي الصيد وزير البترول الاسبق عشان نتكلم معاه عن كل شيء. هنتكلم عن تعديلات قانون الرياضه، هنتكلم عن الصعوبات اللي بتقابله، الطفره الرياضيه اللي حصلت نادي الصيد. الحقيقه انا يعني عندي النهارده بحاول كتير للحوار، اتمنى ان شاء الله حضراتكم تتابعونا. ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بالمهندس عبد الله غراب وزير البترول الاسبق ورئيس مجلس اداره نادي الصيد. اهلا بيك معالي الوزير. اهلا بيك كابتن عايز، منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، فرصه سعيده جدا والف شكر على الدعم. معالي الوزير، اخش بقى في الحوار، يعني اكيد يعني في محاور كتير، بس في سؤال هيفتح معانا يعني ابواب كتير للحوار. حضرتك توليت طبعا وزاره البترول في وقت صعب في مصر، 2011 2012 كان وقت عصيب على الدوله يعني، ودلوقتي توليت المسؤوليه من 2022 كرئيس مجلس اداره نادي الصيد. سؤال صريح، ايهما اصعب؟ نادي الصيد. لا دي اجابه انا بس انا 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 يعني كنت هقول حضرتك هتقول الاثنين صعبين، بس بدون تردد نادي الصيد. طبعا. ليه معالي الوزير؟ الوزارة ده شغلنا، الكارير بتاعك بتتعلم فيه من الأول خالص، بتتشغل وتتعلم، وليك نظام وليه إداريات مختلفة وليه ماليات مختلفة وصلاحيات وسلطات مختلفة. النادي مختلف. أنا النادي طبعا ما قررتش إن أنا أنزل انتخابات نادي غير بعد ما طلعت خلصت شغلي كله وخلصت ما طلعت معاش من الوزارة، فلقيت إن أنا متربي في نادي الصيد أكتر من 55 سنة. قلت الدور بقى إن إحنا ناخد خبراتنا وناخد اللي اتعلمناه نديه للمكان اللي احنا اتربينا فيه، بنعتبره بيتنا يعني، احنا جنب النادي. فلا الوضع طبعا في الانديه صعب. مين الزبون بتاعك؟ مين الكاستمر بتاعك في الشغل؟ الوظيفه هي الكاستمر بتاعك، اللي بيناقشك او اللي بيشارك معاك في امور العمل وكده، او اللي بيحاسبك، حتى هو جهات فنيه. اتكلم فني. النادي لا، حاجه تانية خالص. النادي احنا كلنا اعضاء، احنا اصدقاء، احنا زملاء، كلنا بنتعب في شغلنا ونيجي عايزين نستريح في النادي. فحق العضو ان هو يبقى عايز يبقى مستريح تماما. لو هو مش مستريح هيسال مين؟ صحيح. هيتخانق مع مين؟ صحيح. لازم من هو مسؤول بصرف النظر، يعني احنا بنتكلم على في ود وفي علاقات وكل حاجه، انما في طبيعه كأسلوب الامر عمل. كاسلوب عمل انا عندي مشكله في النادي، مين اللي قدامي؟ هطلع رئيس النادي او عضو مجلس اداره. نعم. فطبعا العلاقه بتبقى اوطد شويه، بتبقى علاقه مباشرة. شخصيه ومباشره. كل واحد عايز افضل حاجه، ممكن ما هوش شايف الجزء اللي ورا، مش شايف ليه ما بيعملش اللي انا عايزه. فطبعا انت بيبقى عندك دور لازم تقنع اللي قدامك، وده دور مهم احنا لازم نعمله، ونتواصل كويس ونفهم الناس كويس. بعد ما بتتواصل وتفهم، ناس بتقتنع بفكرك وناس ما بتقتنعش بفكرك. فهي الموضوع كله بقى، انا بتكلم على 4 سنين، موضوع صعب. اتمنى ان انت بس في الاول والاخر انت عندك منهج معين، عندك خطه معينه لازم تعملها. يعني المفروض ما تتنازلش عن مبدا اللي انت داخل عليه الانتخابات. انا داخل عشان اعمل كده. يمكن حضرتك ما ترددتش لحظه قلت لي اصعب، بس خلينا نتكلم عن يعني صعوبات تانية ممكن تقابل سيادتك. حضرتك كنت في الوزاره، وكان النشاط كره القدم في وزاره البترول يمكن قبل 2011 كان بارز جدا، كان عندنا انديه في الدوري بتروجيت وامبي، وكان الفرقه دي في المربع على طول. كان عندنا 3 فرق، كان في بترول اسيوط كمان. بترول اسيوط صحيح. فكده اكيد بحكم ان حضرتك كنت لاعب كره قدم وممارس للعبه، اكيد كنت داخل في دي، يعني اكيد كنت داخل في الحته دي قبل 2010 صح؟ بالظبط دايما. طب استفدت ايه من الوضع ده، او من 3 فرق تخص البترول في الدوري، وازاي ده فادك وانت رئيس نادي الصيد؟ هقول لحضرتك حاجه، يعني الرياضه في قطاع البترول عموما الرياضه متميزه جدا، عندنا انديه قطاع البترول. يمكن اول نموذج يتعمل شركة استثمارية لإنشاء أندية رياضية هي شركة بترو سبورت تبع وزارة البترول. صحيح. هي عندها استاد وعندها نادي اجتماعي وعندها نادي اكزكتيف اللي هو في التجمع بتعمل فيه سكاي اللي هو بالظبط كده. في النهارده الاستاد ده شغال طبعا، ودي شركة تبع لقانون الاستثمار، تبع للوزارة، شركة تابعة للوزارة. انما شركة ليها ادارتها وليها كده. بتروجيت وام بي شركات كبيرة جدا، شركات ليها يعني اسم، فما كانتش لا يمكن تسمح ان يبقى النادي بتاعها ما هوش حامل
اسمها وحامل خبرتها وحامل البراند بتاعها. احنا شفنا المقاولين العرب. المقاولين العرب كان يوم ما راح افريقيا وكسب افريقيا، شركه المقاولين العرب عملت قد ايه؟ نادي حضرتك مثل واحد سنه 2004 كان في الدوره العربيه في مصر. وكان مشارك نادي الزمالك بصفته البطل الدوري، وكان الطلب مننا انا شخصيا يعني من الاتحاد العربي، بعض الاصدقاء في الاتحاد العربي قالوا لي كلم معالي وزير البترول عشان عايزين نادي تاني يشارك يبقى في ناديين بيلعبوا. فكان الاختيار عليهم اختيار امبي. امبي فحصل فعلا. امبي عنده فريق؟ امبي كان عنده فريق وكان واخد كاس مصر وكان طالع تاني الدوري، يعني كان عامل يعني هو كان الفريق امبي طالع بمنتهى القوه يعني. طبعا لازم نفتكر كان ماسكه كابتن طه بصري الله يرحمه، طلع بيه من درجه ثانيه ويعني ودرجه اولى وبعد كده. فانا كلمت المهندس سامح فهمي لم يتردد، قال لي هنعمل هنشارك. قعدنا 15 يوم دوره عربيه فيها من الامارات والسعوديه والكويت. انا عايز ادي لك مثل يعني ايه الرياضه بتخدم على الشغل. تمام. اسم امبي اتشهر في كل حته. كان عندنا اجتماعات مع وزراء بترول بعد كده، اول سؤال بيسالوه امبي عامله ايه؟ ككوره. ككوره. لانهم لعبوا مع الفرق. الاسم فأنت الاسم بيسمع. الاسم بيسمع. صح. مش عايز اقول لك ان يعني وان كان ده حقيقي عشان ما بقاش مبالغ يعني، ده شركه امبي كشركه استفادت كثير جدا من المشاركه في الرياضه. والرياضه كرياضه كمان. الرياضه كرياضه. انا برضو معلش هتكلم على فتره الوزاره في 2011 2012. طبعا كنا عارفين الظروف شكلها ايه والبرلمان اللي كان موجود شكله ايه. كان الهجوم الاساسي على قطاع البترول انتوا بتصرفوا ايه على الرياضه. الرياضه فعلا ده حصل وفريق الكوره طبعا. انا حصل عليك هجوم عشان طبعاً بتتبنى وجود طبعاً فرق قوميه مصريه بتدي فاليو للكره المصريه. انا اللي كان مقوي وضعي قدامهم تماما، قلت لهم لو جميع الانديه زي انديه البترول فانا ارحب باي نادي اي قطاع يبقى عنده شركات بترول. وقتها كان شركه امبي لو حضرتك تفتكر طبعا. وليد سليمان راح الاهلي، كان احمد المحمدي كان اعاره الفريق كان في انجلترا احترف كمل سكته الاحترافيه احترف، كان حوالي 5000 5 مليون جنيه استرليني. فكان وكان في لعيبه ثانيه اسلام عوض وكان في كذا لعيب من ام بي، انا فاكر الاسامي على فكره لان انا ما شاء الله واضح الذاكره. فكان مجموع اللعيبه اللي اتباعت في ام بي في السنه دي اكثر من 45 مليون جنيه. ده كان رقم. فانا قلت لهم ادي اللعيبه، احنا بنخلق رياضه بنجيب لعيبه بنعمل استثمار بالظبط. فالحقيقه كانوا يعني ساندني. كان امبي امبي كانت بتلعب الزمالك في كاس مصر و2012 وكسبت كاس مصر. انا فاكر فالاسم الاسم بيبقى دايما بيشيل. المقاولين العرب بتشيل اي شركات بره معلقه اسم شركات بالظبط. الانديه الكبيره بره. فالرياضه والشغل لازم يبقوا مع بعض بيخدموا على بعض. واللي والرياضه بتوصل لاماكن الشغل ممكن ما يقدرش يوصل لها. ما يقدرش يوصل لها طبعا يعني. انما مين ما بيتفرجش على الكوره؟ صحيح. مفيش. انما هرجع بقى حته تانية امبي وبتروجيت وكده. ليه هم كانوا متميزين اداريا حتى؟ لان مفيش شعبيه مفيش ضغط الجماهيريه. نعم. نعم. دي نقطه برضو لازم ما ننكرهاش. لما فريق بيلعب ملوش شعبيه كبيره بعصبها هاديه بتخطط بعصبها هاديه مفيش الضغط الجماهيري اللي موجود. مفيش ضغط جماهيري. اللعيبه بتلعب مستريحه الاداره بتاعتها كويس. انا كنت برضو كنت اتمنى ان ده يحصل وان شاء الله يحصل يعني. انا كنت بتكلم مع فريق ام بي وانا ايام ما كنت انا متولي الوزاره قلت لهم انزلوا التجمع الخامس الاستاد بتاعهم بتروسبورت في التجمع الخامس بالظبط. قلت لهم انزلوا المدارس والشركات والكلام ده، وزعوا تيشرتات وزعوا حاجات، اعملوا خلقوا جمهور. لان نادي بلا جماهيريه هينتهي سونا روليتر. صحيح. في اوقات الجمهور جمهورك بيسندك. الجمهور ضروري مهما كان مستواك الفني. بالظبط كده بالظبط. صحيح. طيب انا يعني انا عارف النهارده خلينا اروح لملف بقى عشان ده في الاخر هيودينا للي انا عايز اروح له اللي هو جلسه حضرتك النهارده. انا خايف منك. لا 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 ما تخافش. لا انا منظم الحوار ومسيستمه بشكل بحيث ان احنا نقدر ناخد اكبر استفاده وحضرتك منورنا النهارده في الاستوديو. طيب حضرتك كنادي مواردك ايه؟ ما هو دلوقتي عشان اقدر انا اعمل حاجه او انفذ بلان خلينا نتكلم هو بيزنس. حضرتك يعني راجل دوله وعارف يعني لازم يبقى عندي انكم والانكم ده بصرف عليه بحقق بيه بلان عشان يطلع منه اوت بوت في الاخر. فلازم يكون عندي موارد. الانديه الجماهيريه معروف مواردها منين. نادي زي نادي الصيد عريق اسم كبير تولاه ناس كتيره جدا فاضله، مواردك منين؟ دخلك بيجي منين يا باشمهندس؟ يعني هقول لك على نادي الصيد ومش نادي الصيد بس، الحقيقه في الانديه بصرف النظر على الانديه الجماهيريه اللي فيها كوره، الانديه الكبيره الاهلي والزمالك وخلافه، وفي الانديه كبيره اسما نعم شعبيه ليها جمهور، الاسماعيلي والمصري وبورسعيد وكده الاتحاد، وفي انديه تانية اجتماعيه كانت بتوصف انها اجتماعيه زي نادي الصيد ونادي الجزيره ونادي هليوبلس وسبورتنج وسموحه. نعم. والانديه دي والمعادي دي انديه دي ليها طبيعه خاصه جدا.
بدايه نادي الصيد هدي لك بدايته من سنه 37. نادي الصيد ابتدى الفكره، اتفتح سنه 39 نادي للرمايه فقط. فين بقى اول فرع؟ في الدقي. في الدقي كان في الدقي، ده قبل فرع بورسعيد يا باشمهندس؟ قبل بورسعيد، لا اللي افتتح كان في الدقي، وكان في اللي هي في البرك في الشرقيه، وكان في الفيوم اللي هو برضو صيد الطيور. فكان النشاط الاساسي في نادي الصيد الصيد. طبعا مع الصيد بيبقى لازم في مبنى اجتماعي وفي حمام سباحه، وبعدين ابتدى يبقى في ملاعب تنس، ابتدى يبقى في كذا. الكلام ده من بنقول من حاجه و70 سنه. النهارده في ايه في نادي الصيد؟ في 8500 ممارس للرياضه على مستوى البطوله وعلى مستوى الاكاديميات. في عندنا 25 لعبه، عندنا اربع فروع الالعاب متكرره. فبقى تحولنا الى جهه، ما اقدرش اقول انا مش نادي رياضي. صحيح. انا كان مبدئي او فكري نادي الصيد نادي اجتماعي، ابنائه يمارسوا الرياضه لاعلى مستوى ممكن. يعني احنا يمكن الفرق كده ان احنا مش قايمين على ان احنا نشتري لعيبه ونعمل كذا، انما احنا اولادنا، واولادنا احنا عندنا امثله كتير جدا، هبقى اقول لك يعني ان شاء الله كده اسئله حتى على 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 مستوى الكوره. سيف عيسى تايكوندو بطل اولمبي. احنا عندنا نادي الصيد اللي ما حدش يعرفه، اكبر نادي فيه ميداليات اولمبيه. مصر عندنا 5 ميداليات اولمبيه وعالم وبطولات عالم. هدايا ملاك وسيف عيسى دول واخدين 3 ميداليات اولمبيه. عندنا سيف عيسى واخد ناشئين، عندنا عمرو خيري واخد ناشئين، خالد فوزي واخد بطوله عالم. فاحنا عندنا في التايكوندو اكبر نادي حصل على ميداليات اولمبيه ودوليه. بالظبط. زائد ان عندنا الرمايه لعيبه، احنا شفنا في اولمبياد اعتقد 2016 احنا كنا بنتفرج على الفاينل، كان ممكن نبقى في عندنا ميداليه برونز. اللعيب بتاعنا كان طبق بطبق لغايه الاخر. عندنا سلاح الشيش، عندنا القوس والسهم، عندنا ميداليه اولمبيه في الناشئين اللي هي بتاعت اولمبياد سنغافور ايام 2007. فانت بتتكلم على نادي بيحتضن العاب في كفاءات وفي امكانيات كويسه. الاولاد ما شاء الله عليهم، يعني صحيا كويسين، اجتماعيا كويسين، ثقافيا كويسين. فدول مشروع بطل اولمبي، بطل اولمبي صحيح. مشروع ابطال في الكوره. طبعا مش عايز اعيد، لا مدرسه الكوره مش هقارن نفسي بالاهلي ولا بالزمالك ولا بكده، انما هقول لك ان عندي اللي ماشي من عندي واحنا بنفخر بيهم جدا في الزمالك حازم امام واحمد عبد الله ويحيى نبيل. في الاهلي في هشام حنفي وفي محمد فضل وفي ياسر الورداني وتامر النحاس. كل دول مدرسه كل دول مدرسه الكوره من نادي الصيد، وماشيين على 14 15 16 سنه. نعم. وانا اتشرفت ان كنت مقرر لجنه الكوره في نادي الصيد يمكن من 80 ل 90 فعلا. 10 سنين. بس ما كانش عندنا، ما كناش مشارك في الدوري. اول فريق اتعمل يلعب فريق درجه اولى، يعني فريق كبار، كان فرقه هتستغرب اساميهم مين. يعني المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. فعلا. استاذ عمرو السعيد. عمرو عبد الحكيم عامر. مش عايز انسى حد، يعني كان لعيبه متميزه جدا. اسامي يعني كبيره كمان. اسامي كبيره. فدي كانت لعيبه لعبوا، واقول لك حاجه انهم طلعوا من درجه ثالثه لدرجه اولى في 4 سنين، فوتوا سنه واحده بس ما قدروش يطلعوا. ولعبنا مع النادي الاهلي ماتشات، ولعبنا مع الزمالك دور 8 كاس مصر. ايه ده؟ ما حدش عارف التاريخ ده على فكره. انا بقوله انا بتكلم في قناه الاهلي الكوره. الزمالك نادي الصيد كسب الاتحاد السكندري وكسب المقاولين العرب في كاس مصر سنه، انا مش قادر افتكر السنه. بس في السنه دي ولعبنا دور الثمانيه واتغلبنا من الزمالك 3-2. كان ليه وجود قوي. طبعا. وتاريخ الكوره احنا دلوقتي، انا بتكلم مع المجموعه بقى اصدقائنا واولادنا، يعني اللي هم لعيبه الكوره الكبار، انا عايز اعمل تاريخ للكوره في نادي الصيد، لان في اجيال قبلنا اسامي كبيره كانت بتلعب ناشئين. لازم تأرخ الكلام ده، لانه ممكن بعد 10 15 سنه الناس تنساه. بالظبط. دورات رمضان كانت مشهوره جدا في نادي الصيد. نادي معروفه، مشهوره جدا. انا كنت ساكن جنب نادي الصيد، فكنت اسمع عن الدورات الرمضانيه دي. كان في فرقه بتلبس اسود، انا كنت بلعب في الفرقه دي. فعلا. الفرقه السوداء يعني لغايه معروفين. لا بص، تاريخ نادي الصيد دايما معروف، واحنا في اجيال ورا بعض، فاحنا كلنا نادي الصيد مرتبط، وجيران واصدقاء من منطقه واحده. فنادي الصيد نادي كبير جدا في الرياضه، نادي كبير مش صغير. صحيح. انا بتكلم على العاب ثانيه كمان، بتكلم في الجمباز، عندنا لعيبه كويسه في الجمباز. فاحنا عندنا السكواش، عندنا في التنس احنا بننافس، احنا بننافس النادي الاهلي في البنات خصوصا في الفولي وفي الباسكت. صحيح. يعني انا حضرت السنه اللي فاتت نهائي كاس مصر بين الاهلي والصيد، وانا كنت قاعد، كنت سعيد جدا الحقيقه ان انا اولادنا بينافسوا الاهلي. كمان كان كابتن محمود الخطيب ومع الوزير العمري كانوا قاعدين. لا كان والسنه دي فاينل السوبر تقريبا، كان نادي الصيد، كان نادي الصيد ونادي الاهلي برضه. ففي عندنا تنافس. مش هقول لك احنا بنتنافس في رياضات بالحجم ده او بعدد، احنا مش امكانيات نادي الاهلي في الرياضه، بس الامكانيات المتاحه لحضرتك عامل في نادي الصيد. الصراحه احنا نادي بنسعد جدا باولادنا، ما احناش نادي عايز اشتري لعيب عشان يجيب لي ميداليه، انما انا بسعد ان ابني او ابن زميلي او كده طالع من نادي الصيد. احنا بنقول ابن نادي الصيد. حازم امام كل ما بنشوفه النادي الصيد كله
حازم امام لعيب من نادي الصيد مش من نادي الصيد. نادي الصيد فعلا. فانت بتتكلم على نادي ليه تاريخ رياضي. طيب كل الكلام ده بيحط مسؤوليه لحضرتك، وبرضه السؤال الاهم الموارد. انا راجل دلوقتي عشان اقدر يعني البي طموحات اللعيبه والبي طموحات اعضاء الجمعيه العموميه والبي طموحات حتى الاعضاء اللي ولادهم بيلعبوا او المهتمين زي ما حضرتك قلت اسره واحده، لازم يبقى عندي موارد. انا بصراحه بشفق عليكم بصراحه يا باشمهندس، موضوع الموارد ده موضوع قاسي جدا، بتتصرف ازاي ولا بتعمل ايه؟ هقول لك يعني الكلام بصراحه طبعا. انا قد يكون كلام برضو يعني الناس تتخوف منه، بس ما حدش يتخوف، لان انا اللي بقوله ده هو اللي المفروض يبقى موجود. في كلمات معينه بنقول بندعم الرياضه. كلمه دعم لوحدها ما ينفعش تقول لوحدها، كلمه دعم لازم يكون في فائض عشان ادعم. صحيح. لو ما فيش فائض فما اسموش دعم، اسمه خساره. وانا بفترض نادي زي نادي الصيد او اي نادي تاني عندي العاب رياضيه كتير، 25 لعبه حضرتك، وابتديت اخسر السنه دي 20 مليون، السنه الجايه 50 مليون، السنه اللي بعدها 100 مليون، هستمر ازاي؟ صح مظبوط. فلازم الموضوع، لان مفيش حد بيدي فلوس لحد. صح. النهارده هي الكلمه ان انا لو بدعم حاجه او ببيع حاجه باقل من قيمتها سلعيه او الخدميه، في حد تاني بيدفعها اللي هو العضو برضه. صحيح. او بيبقى خساره للنادي، مش هنقدر نستمر. مدرستي ومنهجنا انا ومجلس الاداره بتاعنا ان احنا لازم يكون عندنا موارد مستمره عشان نقدر ندعم بعد كده. الموارد دي بتيجي منين؟ الموارد بتيجي منين؟ النهارده يمكن يكون في ايوه، ما انا عايز اروح بقى لدي. يعني عايز اروح بقى لجلسه النهارده. الموارد هتيجي منين غير من الاستثمار؟ بتاعت البرلمان، بتاعت قانون الرياضه، يا من جيب الاعضاء. يبقى عندك انت شايف حضرتك طريقين لا تالت ليهم. ما فيش حاجه، يا اما استثمار بس، يا اما الاشتراكات. طب الاشتراكات دي موجوده، الاشتراكات موجوده، انما برضو ما بتغطيش. ما بتغطيش طبعا. طب ناخدها بند بند، ناخد الاول الاشتراكات وبعد كده نطلع على الاستثمار وقانون الرياضه. هل بيساعدك على الاستثمار ولا بيعوقك؟ كلمنا بقى عن هو قانون الرياضه طبعا من 2017 بيسمح بالاستثمار، انما بيسمح بالاستثمار انك تكون شركه، وده يمكن حصل في النادي الاهلي او حصل في انديه تانية، انك تعمل شركه. انا ليا وجهه نظر في الكلام ده، يمكن عرضتها النهارده. ان الاصل على مين النهارده؟ لجنه الاستماع. انا بشكر جدا على فكره لجنه الشباب والرياضه، دكتور محمود حسين، وكان حازم امام موجود، وكان بيستمعوا من الناس، كان في اعضاء كتير موجودين في اللجنه، كان رؤساء انديه وكده، كلنا تدورنا في كم الموضوع. واحد تقريبا؟ لا كان كتير، عدد حوالي 50 60 واحد. عدد مش قليل يعني. حضرتك طلبت النهارده بحاجه معينه في اللجنه الاستماع؟ لا، هي جلسه استماع، وده في حد ذاته ان اللجنه تستمع لمقترحات الناس، فبيبقى شيء مهم. انما احنا بنتكلم على انا دي وجهه نظري. لو انا بدي قانون الاستثمار بيسمح لانديه تشكل شركه. نعم. طب ليه النادي نفسه ما يبقاش هو اللي بيستثمر؟ نعم. لان انت هيبقى الاصل مش مسموح له والفرع مسموح له، هيحصل كونفليكت، لازم هيحصل لخبطه. الاصل بيشرف على الفرع، فالفرع بيقدر يستثمر والاصل. فاحنا اتكلمنا واعتقد ده ازاي، زي ما حضرتك قلت، ازاي نجيب موارد عشان نقدر نكمل النادي. النادي رسالته، هقول لك، نادي الصيد فيه داخل على 100,000 عضويه. رقم كبير. بنطلع في السنه حوالي 280,000 كرنيه ما بين الاعضاء والزوجات تبعين. والتوابع والاولاد، يعني بتكلم على 300، يعني شعب. صحيح. كيان كبير. النهارده ما ينفعش ان هو ده ما يتمتعش بخدمات. صحيح. لازم. انما ايه الموارد النهارده زي ما حضرتك قلت؟ الاشتراكات بتمثل جزء طبعا مش قليل، بس مش كبير. وطبعا بعد الانشطه الرياضيه، الانشطه الرياضيه اللي هو الهدف بتاعنا ان احنا ما نكبرهاش قوي عشان الاولاد تمارس كويس. الحاجة الثالثة اللي هي المنافس بقى اللي بتستأجر جوه النادي، ودي طبعا مش مسموح لنا نحقق منها أرباح. يعني أنت على قد الخدمات، لأن النادي الصيد لا يحقق أرباح، وغير مسموح له إن هو يقترض من البنوك أو أي نادي، يعني قانون النادي. فأنت بتتكلم على الموارد محدودة جدا. هقعد النهاردة السنة دي أقدر أغطيها بعضويات جديدة أو بأي موارد جديدة، السنة اللي بعدها هعمل إيه؟ السنة اللي بعدها هعمل إيه؟ فأنا ببقى يعني مش قد المسؤولية لو أنا ما قلتش إن أنا جاي عشان أحول نادي الصيد من وجهة نظري إلى مؤسسة إداريا قوية جدا، ماليا قوية جدا، عندها فائض تقدر تعمل منه اللي هي عايزاه. بس لازم يكون في لوائح وقوانين تساعدك. طبعا. يعني حضرتك مش هتعمل ده. طبعا. ده اللي اتكلمنا النهاردة. الأندية كلها أعضاء منتخبين، وإحنا كلنا عمل تطوعي. أنا برضو وجهة نظري التطوعي هو عمل كامل بدون أجر، يعني ما ينفعش حد فينا يتطوع وما يروحش عشان نعمل تطوع. صح. ما ينفعش. انا تطوعي. انا بالنسبه لي كحاله شخصيه، انا قعدت كنت مقرر لجنه كوره، وكنت مقرر لجنه جمباز على فكره فتره طويله ما شاء الله في النادي، وكنت في نادي الصيد يعني من سنين طويله قوي، ما فكرتش اترشح خالص في اي منصب في النادي غير لما خلصت شغلي كاريرك، عشان لان ما ينفعش الاثنين. مقرر لجنه ممكن،
انما هتبقى عضو مجلس اداره او تبقى رئيس نادي مصرح. لازم تبقى متفرغ. فانا دي مدرستي ان احنا بناخد خبراتنا نديها للنادي، مش اجي اتعلم في النادي. فلازم يكون في ضوابط للترشح لمجلس الاداره. زي ايه مثلا حضرتك شايفها؟ انا برضو انا مهم ان انا عايز اطلع الخبرات السابقه من يعني احنا بنتكلم على ايه دايما تلاقي كده حسن السير والسمعه، وكان حسن السير والسمعه هو حاجه مش عاديه. المفروض الحاجات دي كلها عاديه بالزبط. انما لازم يكون في ضوابط تانية، الخبره السابقه يكون في اي حاجه زي ما بتعمل في ضوابط تبقى فيها ناس على اساس انا عايز ناس بالظبط المجموعه تبقى متوافقه مع بعض، مش لازم مفيش تطابق، عمره ما بيحصل تطابق، انما يكون المجموعه دي اخترت بعض من الاول، بتحترم بعض، بتحترم راي الاغلبيه، بتحترم يعني ايه عمل عام، عمل انا خدمي. حضرتك اشتغلت اكيد في كذا حته، وكلنا اشتغلنا في عندنا علاقات عامه في الشركات. صحيح. اصعب وظيفه هي العلاقات العامه، انت بتخدم غيرك. اتفق مع حضرتك في دي. وبتخدم غيرك في ايه؟ مع اسره، بنروح رحله احنا والاسره بتاعتنا، مراتي واولادي وبتاع، هم عايزين يحسوا ان انا اكتر واحد في الدنيا، يعني اخطر واحد في التاريخ وفي الشركه. بتاع العلاقات العامه ده ان ما حسستش اسرتي وقدامي ان انا راجل محترم، ممكن واحد يقول لك انا موظف زيك. صحيح. فهتبقى العمليه مش نافعه خالص. فعضو مجلس اداره هو متطوع لخدمه العضو، ولازم يفضي وقته لهذا المكان. بفضي وقتي، عندي وقت كافي، وعندي تقبل ان انا بتقبل من العضو رايه. انما بيبقى في حته بقى بنختلف فيها شويه، اللي هو فرق بين النقد والاساءه. ودي كلنا متعرض لها، العمل العام بيبقى فيه اساءه. صحيح. بره، لان لازم نبقى دايما ظابطين مع بعض كده، احنا كلنا يا جماعه الاساءه هنا يعني ايه بنتقبل النقد تماما، الاساءه ما حدش لا انا بتقبلها عليك ولا حد يتقبل عليك. فهو الموارد لازم يكون عندي وسائل اداريه ووسائل ماليه وفرص استثمار. طب هل حضرتك معالي الوزير ما فكرتش تنشئ شركه للاستثمار في النادي؟ يعني فكرنا طبعا وبنفكر فيها، هنعملها ان شاء الله. يعني طب ده حاجه حصري معانا احنا عندنا اماكن، يعني نادي الصيد عندنا مثلا مكان زي كوم قشين، استراحه اسمها كوم قشين في الفيوم. على الفيوم المكان ده بقاله سنين طويله جدا، كان معمول للصيد بس، صيد الطيور المهاجره، وخلص ما بقاش فيه طيور مهاجره في المنطقه دي، ما بقاش فيه رمايه. ده اصل في النادي، مكان أصل. حوالي 16 فدان، بينه وبين نادي الصيد الدقي حوالي 50 دقيقه بالعربيه. فعلا بينه وبين عند بوابه الفيوم حوالي 12 كيلو، فمكان قريب جدا بس محدش عارف. استراتيجي حلو جدا. فاحنا بنفكر طبعا ده احنا هنبتدي نشغله في النادي، الاستخدامات دي يوز، الناس تروح تعمل سفاري، يعملوا كذا، يبقى في حفلات. وممكن بنفكر ان احنا يبقى في مستثمر، الشراكه بي تي او زي الشراكه بي او تي او بي تي او يعمل زي ما يعمل بالظبط. ويبقى ده كله ده محتاج مننا يا اما شركه تنفذه طبقا للقانون الحالي، او اتمنى يطلع القانون الحالي بيتيح لي انا مباشره اعمل هذا الاستثمار. عندنا بنتكلم في بورسعيد. بورسعيد نادي رائع، بورسعيد نادي رائع، انما النادي اربع فدادين او اقل من اربع فدادين، في اعضاء كتير. فالنهارده محتاج توسع. صحيح. فانا النهارده بنشوف، اتكلمنا مع سياده المحافظ واتكلمنا مع الناس اللي هناك، احنا في ارضين بنختار واحده فيهم، انا بتمنى ان احنا ناخد واحده فيهم النهارده. توسع في بورسعيد. توسع في بورسعيد. بورسعيد احنا في مكانين، ممكن مكان على الطريق الجميل اللي هو ما بين دمياط وبورسعيد يبقى بيخدم الاثنين، او مكان في بورسعيد نفسها في بورسعيد. برضه ما نقدرش نقعد هنا ما نتكلمش على تجربه المهندس حسين صبور في نادي الصيد. طبعا المهندس حسين صبور الله يرحمه. الله يرحمه يمكن من اوائل الناس اللي اشتغلت بفكر استثماري. هي دي ميزه انك بتجيب حد يرأس نادي عنده فكر وعنده تجربه بيقدر يطبقها في النادي. بالظبط. وهو دي شغلته، يعني هي شغله المهندس حسين صبور الانشاء والديفلوبر يعني. طب نادي صيد القطاميه. فعلا. انا حضرت، كنت ايامها في النادي مقرر لجنه، وادعيت في حفل توقيع في التوقيع العقود والشغل، لا توقيع حجر الاساس. حجر الاساس لسه كان محافظ القاهره موجود، وانا ما انساش كلمه اللي قالها، المكان الوحيد اللي بحط حجر اساس وفلوس المشروع في البنك. بس حسين صبور عمل حاجه، فكره بسيطه جدا، ان هو عمل عضويه ب 15000 جنيه. كان طب وقتها فاكر سنه كام؟ مبلغ طبعا سنه 2003 2004 كان اشتراك النادي 190000 جنيه. يعني نتكلم النهارده ممكن يبقى 250. هو حسبها ازاي؟ قال هجيب 4000 عضو، ف 15000 60 مليون جنيه. النادي يكلف 60 مليون جنيه. يبقى اعتبر اللي هم دفعوا 15000 دول هم المؤسسين. مؤسسين. والنادي اتعمل في ثلاث سنين او اقل من ثلاث سنين. وجميل جدا. النهارده النادي فيه كام واحد؟ كام؟ 20000. من 4 بقى 20000. من 4 بقى 20000. طبعا الاشتراكات زادت النهارده. طب وصل حضرتك تفتكر هو على كام فدان؟ 16 فدان. 16 فدان. برضو انا بقى اتكلم فرصه بقى اتكلم اصدقائنا اعضاء القطاميه اللي هم دايما حاسين انهم، لان هم الوحيد في النادي اللي هم عضو فرع فقط. يعني غير مسموح لهم، ما هوش عضو كامل. عضو كامل. وكان قبل كده قانون بيقول
قبل كده يعني التعاقد بتاعهم انه يكمل في اي وقت، الوقت اللي هو دفع فيه يكمل المبلغ. النهارده القانون طلع 2017 انه يكمل الاشتراك الحالي، فطبعا بقى في ايه يعني مبلغ كبير. انا بقول لهم احنا في اماكن في ارض جنبها، انا بنتكلم مع محافظه القاهره وبنتكلم مع جهات الملكه للارض دي، ان احنا ناخد نعمل امتداد حوالي 7-8 فدادين كمان. طب استاذن حضرتك مع الوزير، انا لازم اطلع لفاصل، بس احنا هنقف عند الاكستنشن اللي بتفكروا فيه في بجانب ارض القطاميه، وهسمع من حضرتك طبعا تفاصيله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع المهندس عبد الله غراب وزير البترول الاسبق ورئيس نادي الصيد. باشمهندس، احنا وقفنا عند ارض القطاميه واحلام حضرتك او سعي حضرتك للتوسع للمستقبل. هل في ارض شفتوها؟ هل في ارض ملاصقه لل في ارض ملاصقه للقطاميه الحقيقه دي بنشتغل عليها. دي هتعمل توسع للاعضاء القطاميه، لان طبعا برضو المكان مع العدد نتمنى يكون فيه اوسع. طبعا زائد الموضوع بتاع عضوات الفرع والكلام ده اللي بيحكمه القانون، اتمنى يكون الامور دي تتحل. طيب حضرتك لما يرضي الكل يعني. البلانز دي او الاحلام دي محتاجه تمويل. حضرتك لما تاخد ارض اكيد هتاخدها بالقسط من الدوله بشكل مريح او بشكل ما، بتبقى محتاج اقساط في ميعادها. حضرتك بتفكر في اتجاه استثماري في ارض الفيوم تستثمر فيها بشكل او اخر بحيث انت تجيب موارد اخرى للنادي. هل الموضوع ده بيبقى اكيد كله باكج واحده؟ طبعا يعني اكيد كل ده هيبقى استثماري عشان يتحط في الاخر للأعضاء. بالظبط. انا كل هدفي وهدف مجلس الاداره اللي معايا الاصدقاء يعني زملائي، ان احنا نعمل احتياطي مالي في النادي، ده هدفنا في الاربع سنين. في الاربع سنين اسيب الاربع سنين النادي اداريا يتحول الى نادي مؤسسي بيتعامل بقواعد معينه مؤسسيه. بنتكلم على كوست سنترز، يعني مراكز انفاق كامله. النهارده بنتكلم على المطاعم، بنشوف حساباتها ايه وبتخسر ولا بتكسب. بنتكلم على الالعاب الرياضيه، تخسر ولا بتكسب، بندعم ايه وما بندعمش ايه. بنتكلم على الايجارات الموجوده. نعم. انا كان وعدي للناس ايام الانتخابات، اي مكان فيه مشاكل ماليه بتعمل ثلاث حاجات اساسيه: بتراجع كل ما يتم انفاقه في الوقت الحالي. صحيح. ونظريا وعمليا وكل حاجه معروف ان لازم هتلاقي 10% ممكن توفر. نعم. وده حصل، اعتقد حصل في كذا حاجه. تاني حاجه بتشوف ما هي المنافذ اللي عندك او كل وسائل الايراد عندك اللي مش مستغله، تحاول تستغلها. تتخطى بقى العوائق القانونيه، طريقه المناقصات اللي هي العقيمه جدا اللي بتقعدك سنتين ثلاثه ما تعملش حاجه. فاحنا يعني عملنا اتكلمنا في هذه المواضيع والحمد لله ابتدينا ناجر حاجات ما كانتش متاجره ونوضب الكلام ده. ثالث حاجه اللي هو الاكسترنال بقى اللي هو الخارجي. لن يغني نادي او اي مكان غير الفرع الجديد ببساطه. صح. الفرع الجديد ليه؟ احنا بنتكلم النهارده عضويه النادي 700,000 جنيه بالضريبه، 600,000 وحوالي 100,000 ضريبه القيمه المضافه، يبقى بتكلم على 700,000 جنيه. انا هاخد منهم 600. طيب كم واحد هيدفع 600,000؟ هنقول مثلا 1000 واحد. نقول حط مثلا رقم. انما لو انا عملت فرع جديد، النادي الاهلي عامل فرع جديد، نادي الجزيره عامل فرع جديد، بتتكلم 250,000 300,000 مظبوط؟ هيبقى ال 1000 دول 2000 3 بقوا 300 مليون. صحيح. ال 1000 300 مليون. صح. مع ان ال 1700 مليون ومش هيجوا. صحيح. لان انا يعني انما انت كده ضمنت انهم هيجوا. ال 10,000 واحد 3 مليار. تعمل فرع وتطور الفروع الثانيه. لو انا عملت فرع استوعب 10,000 عضو. فكر جميل جدا. ادي 3 مليار. يبقى انت لازم بتبص، انا ما اقولكش بكره اجيب 3 مليار ولا بكره اجيب. لما لازم تكون حاطط التارجت، انا بعمل الشغل ده ليه؟ صح. العائق عندي ايه؟ يبقى العائق. البدايه. طب البدايه مالها؟ البدايه هاخد ارض من الدوله. تخصيص او شراء، هيبقى عندي مشكله في السداد الاول اللي هي البيضه ولا الفرخه زي ما بيقولوا. داون بيمنت الاول. طب هاخد فلوس؟ لا انا هاخد فتره سماح سداد سنه اتنين لغايه ما تقدر. هو ده اللي بنتكلم فيه دايما مع الجهات اللي موجوده عندنا، والجهات دي عايزه تساعدنا يعني. طب ما تحط تشريع في قانون جهات الدوله. انا لما بعمل نادي النهارده في احط اخد فيه استوعب فيه 10,000 واحد 20,000 واحد أسس. وعندي امكانيات ماليه، انا هاهله رياضيا واجتماعيا وثقافيا وكل حاجه. أشتس. النادي على فكره النوادي فقدت لفتره طويله هدفها. نعم. انا جيل بتاعي، انا عضو في نادي السيد من سنه 65 او 64. انا عملت كل حاجه في نادي السيد، لعبت الرياضه وحضرت مسرحيات واصحابي ومسكنا يعني نادي السيد ده كان بالنسبه لنا اهلنا بيسيبونا ويمشوا. صحيح. انما كان مكان امن، مكان فيه اضافه، فيه ثقافه. كنا بنتكلم على الكبار اللي عند اكبر مننا اللي اصغر مننا. فالنادي لازم يتحول يرجع تاني لمكان امن، مكان
في ثقافه عاليه جدا، لازم نهتم جدا بالتربيه وبالتعليم وبالثقافه. ما ينفعش النهارده اللي ماشي في البلد والالفاظ والكلام ده، لازم النادي يبقى ليه خصوصيه طبعا. امتى ده هيحصل؟ يكون عندك ناس على مستوى عالي تاخد بالها من الانشطه، مدربين على مستوى عالي جدا، مونيتور كويس، الخدمات عندك سيستم وبتمونيتور السيستم ده. كل ده هل ينفع من غير فلوس؟ لا طبعا، هو الاساس. اللي بيقول غير كده فبيضحك على نفسه. طبعا احنا مش جايين عشان نقضيها، هيضحك على جمعيته العموميه. بالظبط كده، الجمعيه العموميه لازم تبقى عارفه، واعضاء النادي، ان انت بتشتغل، انت احنا اعضاء وخدنا اللي خدناه، ولادنا لسه واولادهم لسه، احنا نادي هيستمر كتير. نادي من مكان واحد كان فيه، انا عضويتي شخصيا النهارده 1900 وحاجه. يا خبر ابيض، ما شاء الله يعني. من سنه 76 ده قبل، كان قبل كده مع الوالد، كانت قبل كده اقل من كده، انما انا عضويتي الشخصيه 1000. فبتتكلم النهارده عندنا مؤسسين حاجه و90000 عضويه. وانا يعني انا كبير في السن يمكن، بس يعني ايه برضه مش لدرجه ان انا اجيال انتهت يعني. لا لا، انا بتكلم على في حياتي زاد من 2000 واحد لحاجه و90000. بتتكلم في اعداد لازم تتوسع. طب ما دي انا شايف ان دي هتبقى حاجه بامانه يعني. انا راجل مش عضو في نادي الصيد عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا راجل ببص بعين مجرده ان حاجه زي كده وانشاء فرع جديد واللي حضرتك بتحلم بيه ده ممكن يكون افضل حاجه ممكن يعملها المجلس. طبعا ان انت بتعمل فرع جديد وبتنشئ فرع جديد وبتاسس على احدث اسس. بس انا اقول لك كلمه بصراحه ويمكن كلمه شخصيه جدا، انا دخلت نادي الصيد بهدف معين وكان في اعتقادي او في تخيلي ان انا باذن الله هنجح فيه، وانا مصر ان شاء الله يعني هنعمل كل شغلي انا ومجلس الاداره بتاعي اللي معايا يعني ان احنا ننجح فيه. لو ما نجحناش هنسيب مكاننا على طول. انا هدفي احول نادي الصيد الى مؤسسه اداريا قويه، ماليا قويه. من غير الاثنين دول يبقى اي حد بقى هنيجي ونمشي ما بنعملش حاجه. حقيقه يا معالي الوزير يعني انا بتكلم بجد، وانا اسمح لي حقيقة ان هو يعني نادر لما بنلاقي مسؤول. لا لا لا، انا بالنسبه لي وبتكلم يعني مع زملائي، احنا لو ما مشيناش من نادي الصيد وفي 2 3 مليار جنيه احتياطي مالي يصرف على خدمات الاعضاء، النهارده كلنا بنشتكي من الكراسي، عندهم حق. انما لما تبقى الكراسي النهارده كرسي الواحد ب 3000 جنيه، عايز تغير 2000 كرسي عايز 6 مليون جنيه. عايز تعمل ده بند واحد. ده بند واحد. ده غير الشلت، ده غير كذا، ده غير كذا. فانت بتتكلم على كلنا مقرين وكلنا شايفين ده غير الخدمات اللي انت حضرتك عايزها تبقى في النادي بدون مش هدف الربح. فانا النهارده ان ما كانش عندي المؤسسات القويه هي اللي هتستمر، مش قويه مش هتستمر. او هتستمر بخدمات قليله. فاحنا لازم نواجه الواقع. واحنا على فكره انا مش عايز ادفع كتير وزملائي كلنا مش عايزين حد يدفع كتير، انما هل انا ما ادفعش وما الاقيش الخدمه ولا الاقي الخدمه باعلى شويه؟ لا، الوضع الطبيعي تلاقي الخدمه باعلى لغايه شوية. ما اقدر بقى اعمل اللي انا بقول عليه، يبقى عندي ملاءه ماليه قويه، عندي احتياطي قوي استثمره. يعني النهارده لما بتاخد كومباوند او في الساحل الشمالي او كده في وديعه بتتحط. طبعا الوديعه دي خدمه شغلتها ايه؟ عشان تضمن ان المكان يفضل باحسن حال. الخدمات باحسن حال. يعني ايه صيانه؟ الصيانه معناها ان المكان دائما جديد. صح. لو رحت مكان لقيت حاجه مكسوره يبقى مفيش صيانه على طول من غير ما تفكر. او قصت ما صلحتش. انا بتاع بترول. روح سكاي وروح بترو سبورت. المكان اكنه مفتوح امبارح. لان في صيانه. استمر. الصيانه اللي هي الوقائيه. مش لما حاجه تبوظ اصلحها. لا، الحاجه انها ما تبوظش. فهو ده مفاهيم معينه الحقيقه ما لقيتهاش موجوده قوي في النادي. طب خلينا نقول يا معالي الوزير انه هل حضرتك ومجلسك ابتديتوا خطوات في ارض الواقع؟ هل فعلا يعني اللي احنا اتكلمناه طبعا كلام عظيم جدا بامانه وكلام واضح وصريح وطالع من قلب حضرتك، انا نفسي يعني حاسنه من قلبك. هل خدنا خطوات على ارض الواقع خلال السنه اللي حضرتك كنت فيها؟ لا لا، اخدنا طبعا. انا بتكلم على المجموعه، مش عايز اذكر اسامي، المجموعه عندي كلها يعني من الناس الزملاء المحترمين جدا، كلنا شايلين على عاتقنا حاجه، احنا عايزين نعمل حاجه للنادي، كل واحد فينا بطريقته. انما احنا مع بعضنا عندنا تنوع خبرات، في ناس بيشتغل في بنك، في واحد بيشتغل في كله بيساعد شركه بخبرته. واحد بيشتغل في كذا، واحد مهندس، واحد تجاري، واحد طبيب، واحد يعني عندنا ايه الكومباينيشن كويسه. فاحنا كلنا بنشتغل في كل الاتجاهات. نعم. مين يتابع؟ انما ايه اللي ناقصنا؟ لسه احنا عندنا النهارده جهاز اداري في النادي الحقيقه شايل جهد غير عادي. يمكن الناس مش حاسه بيه، انما انا اقدر احس بيه. انا اقدر اقيم الناس اللي بتشتغل معايا. طبعا. انا اعرف امتى اقدر اقول انا محتاج ازود او انا محتاج اغير. هي دي برضو من الحاجات اللي بتبقى ناس حسب تجربتك مع المسؤول. كان التجربه مش كويسه يبقى ده ما ينفعش. التجربه كويسه يبقى ده احسن واحد في الدنيا. انما التقييم الموضوعي والمنطقي هو بيقيمك انت او انا اللي بيشتغل معاك كل يوم.
صح، لان هو معاك كل يوم وشايف اسلوبك في العمل بالظبط. فاحنا النهارده بنتكلم على نادي الصيد في الدقي في اكتوبر. اكتوبر مساحه اكبر مساحه في النادي 65 فدان، الدقي 55 فدان، عندنا القطاميه فيها 16 فدان، بورسعيد حوالي 4 فدادين، والارض بتاعت الفيوم كوم قشيم في الفيوم حوالي 16 فدان. فتتكلم على مساحه، ده غير ايه؟ غير البرك اللي موجوده في الشرقيه اللي هي الصيد. فانت بتتكلم على اتساع غير عادي، بتتكلم على اعداد موظفين مش قليله بتستهلك، وده الجهاز الاداري كبير. انا النهارده يمكن نادي الصيد هو اول نادي يطبق الحد الادنى من المرتبات. عملت كده فعلا؟ عملنا طبعا، لان انا برضو احنا المجلس بتاعنا مقتنع بشيء، من يقدم الخدمه هو العامل. مين اللي بيحفظ امن النادي؟ لازم اديله حقه، هو العامل. احنا باجي واروح. يعني حضرتك طبقت فعلا في الجهاز الاداري الحد الادنى للاجور فور الدوله اعلنت عنه؟ طبعا، مع الصعوبه فيه، انما احنا ادينا له اولويه، مجلس اداره احنا قلنا اولويه، لا الكلام ده الدوله قررت حاجه هننفذها. احييك يا باشمهندس. واحنا لسه كمان بنتكلم على ازاي اخلي العمال والموظفين في النادي في وضع اداريا كويس. احنا يمكن بنعمل بعض التغييرات في الاماكن والكلام ده، برضه ناس بتتساءل، لا انا لازم النهارده ما ينفعش يبقى ناس كتير قاعده في اوضه واحده. جو العمل نفسه بيشجع. يمكن الحمد لله احنا عملنا الاشتراكات السنه دي لاول مره من سنين طويله، العضو بيجي يدفع الاشتراك وياخد الكارنيه وهو واقف. دي كانت بيقعد بالشهرين ثلاثه ما كانش موجود. المكان نفسه احنا رحنا في المبنى الاجتماعي استقطعنا جزء كده وجهزتوه بقى زي البنك. يعني انا بدخل وانا قاعد زي النادي الاهلي كده. النادي الاهلي كده في رقم بتخش زي البنك. تاخد رقم تنتظر دورك تخش على شباك. فده طبعا النهارده اعتقد ان هو ده النموذج اللي احنا عايزين نطبعه. العضو مستريح، العضو بيمارس في كل تعامله جوه النادي يبقى كده. هل ده هيحصل من غير فلوس؟ لا طبعا. انا بقول هل ده هيحصل من غير جهاز اداري قوي جدا فاهم شغله؟ لا طبعا. لازم الاثنين دول محتاجين تمويل، محتاجين فلوس. فالهدف الاول والاخير هو النادي يكون على عنده امكانيات ماليه تقدر بعيد عن جيب العضو. انما برضو ما فيش حاجه ببلاش. ما طبعا غصب عنك. يعني بص يا باشمهندس، ما هو خلينا نتكلم. فهي هي التوازن، ان انت يبقى على قدر الممكن. انما ما ينفعش ان انا كنت بدفع 5 جنيه من زمان افضل ادفع 5 جنيه على 10 سنين، ما ينفعش. يعني الزياده تبقى زياده، يعني الكل يستطيع يقدر زياده ببقى مقتنع بيها. وفي الاخر هتاد فاليو في الخدمات، هتاد فاليو في السيستم، في كل حاجه وفي المستوى. وكمان انا دلوقتي معلش يعني مع الوزير، انا لما اكون عضو في النادي، عضو مؤسس، ويتفتح لي فرع جديد وتفر بقى في التجمع، يعني في 6 اكتوبر ايا كان الفرع الثاني اللي هيتفتح او ايا كان هيكون مكانه، طب ما دي فاليو. طب ما ده انا اقدر اروح اي حته. طب يعني اقصد اقول لحضرتك انه تفكير سليم وتفكير ماشي. انا عندي النهارده بورسعيد، عندنا بورسعيد على فكره من الفروع الجميله جدا. انا رحت وشفت، ومن المدن اللي ليها مش عارف هل ده يعني تاريخيا احنا بورسعيد رمز الكفاح والنضال والصمود. وبرده فيلم اشاعه حب عمل لنا يوسف وهبي وعمر الشريف وساعته. الحقيقه يعني بص انا عشق بورسعيد من غير ما نشوفها. انما بورسعيد فرع جميل. النهارده عندنا استراحات حوالي 12 استراحه في النادي بورسعيد. طبعا عليها ضغط غير عادي من الاعضاء، كل الناس عايزه تروح. فانا بفكر لو احنا عملنا فرع جديد، اول حاجه هتبقى فيه انك لازم تعمل اماكن زي اوتيل صغير يبقى يستوعب اعضاء اكتر من نادي الصيد الدقي ومن القطاميه ومن اكتوبر. يعني احنا نعمل تواصل بين الاماكن عندنا. فبورسعيد مهم، مكان مهم جدا، واللوكيشن بتاعه بصراحه يعني على الميه حاجه رائعه. وانا بقى عايز اروح مع حضرتك على بعد تاني مهم جدا برضو الاعضاء، والبعد الرياضي والالعاب عايزين نخش فيها بالتفصيل. بس استاذ حضرتك اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن نادي الصيد من رئيس نادي الصيد معالي الوزير عبد الله غراب، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بالمهندس عبد الله غراب وزير البترول الاسبق ورئيس مجلس اداره نادي الصيد. اهلا بيك معالي الوزير. اهلا بيك كابتن عايز، منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، فرصه سعيده جدا والف شكر على الدعم. معالي الوزير اخش بقى في الحوار، يعني اكيد يعني في محاور كتير، بس في سؤال هيفتح معانا يعني ابواب كتير للحوار. حضرتك توليت طبعا وزاره البترول في وقت صعب في مصر، 2011 2012 كان وقت عصيب على الدوله يعني. ودلوقتي توليت المسؤوليه من 2022 كرئيس مجلس اداره نادي الصيد. سؤال صريح، ايهما اصعب؟ نادي الصيد. لا دي اجابه انا يعني كنت هقول حضرتك هتقول الاثنين صعبين، بس بدون تردد نادي الصيد. طبعا. ليه معالي الوزير؟ الوزاره ده شغلنا، الكارير بتاعك بتتعلم فيه من الاول خالص، بتشتغل وتتعلم وليك نظام وليه
إداريات مختلفة وليه ماليات مختلفة وصلاحيات وسلطات مختلفة. النادي مختلف. أنا النادي طبعا ما قررتش أن أنا أنزل انتخابات نادي غير بعد ما خلصت شغلي كله وخلصت ما طلعت معاش من الوزارة، فلقيت ان انا متربي في نادي الصيد اكتر من 55 سنة. قلت الدور بقى ان احنا ناخد خبراتنا وناخد اللي اتعلمناه نديه للمكان اللي احنا تربينا فيه بنعتبره بيتنا، يعني احنا جنب النادي. فلا الوضع طبعا في الاندية صعب. مين الزبون بتاعك؟ مين الكاستمر بتاعك في الشغل؟ الوظيفة هي الكاستمر بتاعك، اللي بيناقشك او اللي بيشارك معاك في امور العمل وكده، او اللي بيحاسبك حتى، هو جهات فنية. تتكلم فني. النادي لا، حاجة تانية خالص. النادي احنا كلنا اعضاء، احنا اصدقاء، احنا زملاء، كلنا بنتعب في شغلنا ونيجي عايزين نستريح في النادي. فحق العضو ان هو يبقى عايز يبقى مستريح تماما. لو هو مش مستريح هيسأل مين؟ صحيح. هيتخانق مع مين؟ صحيح. لازم من هو مسؤول بصرف النظر. يعني احنا بنتكلم على فيه ود وفيه علاقات وكل حاجه، انما في طبيعه الامر كاسلوب عمل. كاسلوب عمل انا عندي مشكله في النادي، مين اللي قدامي؟ اطلع رئيس النادي او عضو مجلس اداره. نعم. فطبعا العلاقه بتبقى اوطد شويه، بتبقى علاقه مباشرة. شخصيه ومباشره. كل واحد عايز افضل حاجه، ممكن ما هوش شايف الجزء اللي ورا، مش شايف ليه ما بيعملش اللي انا عايزه. فطبعا انت بيبقى عندك دور لازم تقنع اللي قدامك، وده دور مهم احنا لازم نعمله، ونتواصل كويس ونفهم الناس كويس. بعد ما بتتواصل وتفهم، ناس بتقتنع بفكرك وناس ما بتقتنعش بفكرك. نعم. فهي الموضوع كله بقى، انا بتكلم على 4 سنين. صعب. موضوع صعب. اتمنى ان انت بس في الاول والاخر انت عندك منهج معين، عندك خطه معينه لازم تعملها. نعم. يعني المفروض ما تتنازلش عن مبدا اللي انت داخل عليه الانتخابات. انا داخل عشان اعمل. يمكن حضرتك ما ترددتش لحظه قلت لي اصعب، بس خلينا نتكلم عن يعني صعوبات تانية ممكن تقابل سيادتك. حضرتك كنت في الوزاره، وكان النشاط كرة القدم في وزارة البترول يمكن قبل 2011 كان بارز جدا. كان عندنا أندية في الدوري بتروجيت وإمبي، وكان الفرقة دي في المربع على طول. كان عندنا 3 فرق، كان في بترول أسيوط كمان. بترول أسيوط صحيح. فكده أكيد بحكم إن حضرتك كنت لاعب كرة قدم وممارس للعبة، أكيد كنت داخل في دي، يعني أكيد كنت داخل في الحتة دي قبل 2010 صح؟ بالظبط دايما. طب استفدت إيه من الوضع ده، أو من 3 فرق تخص البترول في الدوري، وإزاي ده فادك وأنت رئيس نادي الصيد؟ هقول لحضرتك حاجة. يعني الرياضة في قطاع البترول عموما الرياضة متميزة جدا. عندنا أندية قطاع البترول، يمكن أول نموذج يتعمل شركة استثمارية لإنشاء أندية رياضية هي شركة بترو سبورت طبعا. صحيح. هي عندها استاد وعندها نادي اجتماعي وعندها نادي اكزكتيف اللي هو في التجمع بتعمل فيه ماتشات. بالظبط. في النهارده الاستاد ده شغال طبعا، ودي شركه طبعا لقانون الاستثمار، تابعه للوزاره، شركه تابعه للوزاره. انما شركه ليها ادارتها وليها كده. بتروجيت وام بي شركات كبيره جدا، شركات ليها يعني اسم، فما كانتش لا يمكن تسمح ان يبقى النادي بتاعها ما هوش حامل اسمها وحامل خبرتها وحامل البراند بتاعها. يعني شفنا المقاولين العرب. المقاولين العرب كان يوم ما راح افريقيا وكسب افريقيا، شركه المقاولين العرب عملت قد ايه؟ نادي حضرتك مثل واحد سنه 2004 كان في الدوره العربيه في مصر. وكان مشارك نادي الزمالك بصفته البطل الدوري، وكان الطلب مننا انا شخصيا يعني من الاتحاد العربي، بعض الاصدقاء في الاتحاد العربي قالوا لي كلم معالي وزير البترول عشان عايزين نادي تاني يشارك، يبقى في ناديين بيلعبوا. فكان الاختيار عليهم اختيار ام بي. فحصل فعلا. ام بي عنده فريق؟ ام بي كان عنده فريق، وكان واخد كاس مصر، وكان طالع تاني الدوري. يعني كان عامل، يعني هو كان الفريق قوي، الفريق طالع بمنتهى القوه. يعني طبعا لازم نفتكر ان كان ماسكه كابتن طه بصري الله يرحمه، طلع بيه من درجه تانية ويعني درجه اولى وبعد كده. فانا كلمت المهندس سامح فهمي، لم يتردد، قال لي هنعمل هنشارك. قعدنا 15 يوم دوره عربيه فيها من الامارات والسعوديه والكويت. انا عايز ادي لك مثل يعني ايه الرياضه بتخدم على الشغل. تمام. اسم ام بي اتشهر في كل حته. كان عندنا اجتماعات مع وزراء بترول بعد كده، اول سؤال بيسالوه ام بي عامله ايه ككوره. لانهم لعبوا مع الفرق. الاسم بيسمع. صح. مش عايز اقول لك ان يعني، وان كان ده حقيقي عشان ما بقاش مبالغ، يعني ده شركه ام بي كشركه استفادت كثير جدا من المشاركه في الرياضه. الرياضه كرياضه. انا برضو معلش هتكلم على فتره الوزاره في 2011 2012. طبعا كنا عارفين الظروف شكلها ايه، والبرلمان اللي كان موجود شكله ايه. كان الهجوم الاساسي على قطاع البترول، انتوا بتصرفوا ايه على الرياضه فعلا. ده حصل وفريق الكوره طبعا. انا حصل عليك هجوم عشان طبعا بتتبنى وجود فرق
قوميه مصريه بتدي فاليو للكره المصريه. انا اللي كان مقوي وضعي قدامهم تماما، قلت لهم لو جميع الانديه زي انديه البترول فانا ارحب باي نادي، اي قطاع يبقى عنده شركات بترول. وقتها كان شركه ام بي لو حضرتك تفتكر، طبعا وليد سليمان راح الاهلي، كان احمد المحمدي كان اعاره الفريق كان في انجلترا، احترف كمل سكته الاحترافيه، احترف كان حوالي 5000 5 مليون جنيه استرليني. فكان وكان في لعيبه تانية اسلام عوض، وكان في كذا لعيب من ام بي، انا فاكر الاسامي على فكره لان انا ما شاء الله واضح الذاكره. فكان مجموع اللعيبه اللي اتباعت في ام بي في السنه دي اكتر من 45 مليون جنيه، ده كان رقم. فانا قلت لهم ادي اللعيبه، احنا بنخلق رياضه، بنجيب لعيبه، بنعمل استثمار بالظبط. فالحقيقه كانوا يعني ساندني، كان ام بي كانت بتلعب الزمالك في كاس مصر و2012 وكسبت كاس مصر، انا فاكر. فالاسم بيبقى دايما بيشيل، المقاولين العرب بتشيل اي شركات بره معلقه اسم شركات بالظبط، الانديه الكبيره بره. فالرياضه والشغل لازم يبقوا مع بعض، بيخدموا على بعض، واللي والرياضه بتوصل لاماكن الشغل ممكن ما يقدرش يوصل لها، ما يقدرش يوصل لها طبعا يعني. انما مين ما بيتفرجش على الكوره؟ صحيح، مفيش. انما هرجع بقى حته تاني، ام بي وبتروجيت وكده، ليه هما كانوا متميزين اداريا حتى؟ لان مفيش شعبيه، مفيش ضغط الجماهيريه. نعم. نعم. دي نقطه برضو لازم ما ننكرهاش، لما فريق بيلعب ملوش شعبيه كبيره بتخطط باعصابها دي، مفيش الضغط الجماهيري اللي موجود، مفيش ضغط جماهيري، اللعيبه بتلعب مستريحه، الاداره بتاعتها كويسه. انا كنت برضو كنت اتمنى ان ده يحصل وان شاء الله يحصل يعني. انا كنت بتكلم مع فريق ام بي وانا ايام ما كنت انا متولي الوزاره، قلت لهم انزلوا التجمع الخامس، الاستاد بتاعهم بتروسبورت في التجمع الخامس بالظبط، قلت لهم انزلوا المدارس والشركات والكلام ده، وزعوا تيشرتات، وزعوا حاجات، اعملوا خلقوا جمهور، لان نادي بلا جماهيريه هينتهي سونر اور ليتر. صحيح، في اوقات الجمهور جمهورك بيسندك، الجمهور ضروري مهما كان مستواك الفني بالظبط كده بالظبط. صحيح. طيب انا يعني انا عارف النهارده، خلينا اروح لملف بقى عشان ده في الاخر هيودينا للي انا عايز اروح له، اللي هو جلسه حضرتك النهارده. انا خايف منك. لا 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 ما تخافش، لا انا منظم الحوار ومستسلمه بشكل بحيث ان احنا نقدر ناخد اكبر استفاده، وحضرتك منورنا النهارده في الاستوديو. طيب حضرتك كنادي مواردك ايه؟ ما هو دلوقتي عشان اقدر انا اعمل حاجه او انفذ بلان، خلينا نتكلم، هو بيزنس. حضرتك يعني راجل دوله وعارف يعني لازم يبقى عندي انكم، والانكم ده بصرف عليه بحقق بيه بلان عشان يطلع منه اوت بوت في الاخر، فلازم يكون عندي موارد. الانديه الجماهيريه معروف مواردها منين. نادي زي نادي الصيد عريق، اسم كبير، تولاه ناس كتيره جدا فاضله، مواردك منين؟ دخلك بيجي منين يا باشمهندس؟ يعني هقول لك على نادي الصيد، ومش نادي الصيد بس الحقيقه، في الانديه بصرف نظر على الانديه الجماهيريه اللي فيها كوره، الانديه الكبيره الاهلي والزمالك وخلافه، وفي الانديه كبيره اسما، نعم، شعبيه ليها جمهور، الاسماعيلي والمصري وبورسعيد وكده، الاتحاد، وفي انديه تانية اجتماعيه كان بتوصف انها اجتماعيه زي نادي الصيد ونادي الجزيره ونادي هليوبلس وسبورتنج وسموحه. نعم. والانديه دي والمعادي دي، انديه دي ليها طبيعه خاصه جدا. بدايه نادي الصيد هدي لك بدايته من سنه 37، نادي الصيد ابتدى الفكره، اتفتح سنه 39 نادي للرمايه فقط. فين بقى اول فرع؟ في الدقي. في الدقي، كان في الدقي، ده قبل فرع بورسعيد يا باشمهندس؟ قبل بورسعيد، لا الافتتاح كان في الدقي، وكان في اللي هي في البرك في الشرقيه، وكان في الفيوم اللي هو برضو صيد الطيور. فكان النشاط الاساسي في نادي الصيد الصيد طبعا، مع الصيد بيبقى لازم في مبنى اجتماعي وفي حمام سباحه، وبعدين ابتدى يبقى في ملاعب تنس، ابتدى يبقى في كذا. الكلام ده بنقول من حاجه و70 سنه. النهارده في ايه في نادي الصيد؟ في 8500 ممارس للرياضه على مستوى البطوله وعلى مستوى الاكاديميات، في عندنا 25 لعبه، عندنا اربع فروع ما شاء الله، الالعاب متكرره. فبقى تحولنا الى جهه، ما اقدرش اقول انا مش نادي رياضي. صحيح. انا كان مبدئي او فكري نادي الصيد نادي اجتماعي، ابنائه يمارسوا الرياضه لاعلى مستوى ممكن. يعني احنا يمكن الفرق كده ان احنا مش قايمين على ان احنا نشتري لعيبه ونعمل كذا، انما احنا اولادنا احنا عندنا امثله كتير جدا، هبقول لك يعني ان شاء الله كده اسئله حتى على 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 مستوى الكوره. سيف عيسى تكون بطل اولمبي. احنا عندنا نادي الصيد اللي ما حدش يعرفه، اكبر نادي فيه ميداليات اولمبيه. مصر عندنا 5 ميداليات اولمبيه وعالم وبطولات عالم. هدايه ملاك وسيف عيسى دول واخدين 3 ميداليات اولمبيه. عندنا سيف عيسى واخد ناشئين، عندنا عمرو خيري واخد ناشئين، خالد فوزي واخد بطوله عالم. فاحنا عندنا في التايكوندو اكبر نادي حصل على ميداليات اولمبيه ودوليه. بالظبط. صحيح. زائد ان عندنا الرمايه لعيبه، احنا شفنا في اولمبياد اعتقد 2016
احنا كنا بنتفرج على الفاينل، كان ممكن نبقى في عندنا ميداليه برونز. اللعيب بتاعنا كان طبق بطبق لغايه الاخر، عندنا سلاح الشيش، عندنا القوس والسهم، عندنا ميداليه اولمبيه في الناشئين اللي هي بتاعت اولمبياد سنغافور ايام 2007. فانت بتتكلم على نادي بيحتضن العاب في كفاءات وفي امكانيات كويسه، الاولاد ما شاء الله عليهم يعني صحيا كويسين، اجتماعيا كويسين، ثقافيا كويسين، فدول مشروع بطل اولمبي، بطل اولمبي صحيح. مشروع ابطال في الكوره طبعا. مش عايز اعيد، لا مدرسه الكوره مش هقارن نفسي بالاهلي ولا بالزمالك ولا بكده، انما هقول لك ان عندي اللي ماشي من عندي واحنا بنفخر بيهم جدا في الزمالك حازم امام واحمد عبد الله ويحيى نبيل، في الاهلي في هشام حنفي وفي محمد فضل وفي ياسر الورداني وتامر النحاس، كل دول مدرسه كل دول مدرسه الكوره من نادي الصيد وماشيين على 14 15 16 سنه. نعم. وانا اتشرفت ان كنت مقرر لجنه الكوره في نادي الصيد يمكن من 80 ل 90 فعلا 10 سنين. بس ما كانش عندنا، ما كناش مشارك في الدوري. اول فريق اتعمل يلعب فريق درجه اولى يعني فريق كبار كان فرقه هتستغرب اساميهم مين، يعني المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه فعلا، استاذ عمرو السعيد، عمرو عبد الحكيم عامر، مش عايز انسى حد يعني، كان لعيبه متميزه جدا، اسامي يعني كبيره كمان، اسامي كبيره لمراكز كبيره، فدي كانت لعيبه لعبوا. واقول لك حاجه، انهم طلعوا من درجه ثالثه لدرجه اولى في 4 سنين، فوتوا سنه واحده بس ما قدروش يطلعوا. ولعبنا مع النادي الاهلي ماتشات، ولعبنا مع الزمالك دور 8 كاس مصر. ايه ده؟ ومحدش عارف التاريخ ده على فكره، انا بقوله، انا بتكلم في قناه الاهلي الكوره. الزمالك نادي الصيد كسب الاتحاد السكندري وكسب المقاولين العرب في كاس مصر سنه، انا مش قادر افتكر السنه، بس في السنه دي، ولعبنا دور الثمانيه واتغلبنا من الزمالك 3-2. كان ليه وجود قوي. طبعا. وتاريخ الكوره، احنا دلوقتي انا بتكلم مع المجموعه بقى اصدقائنا واولادنا يعني اللي هم لعيبه الكوره الكبار، انا عايز اعمل تاريخ للكوره في نادي الصيد، لان في اجيال قبلنا اسامي كبيره كانت بتلعب ناشئين. لازم تأرخ الكلام ده، لانه ممكن بعد 10 15 سنه الناس تنساه. بالظبط. دورات رمضان كانت مشهوره جدا في نادي الصيد. نادي كانت مشهوره جدا. انا كنت ساكن جنب نادي الصيد، فكنت اسمع عن الدورات الرمضانيه دي. كان في فرقه بتلبس اسود، انا كنت بلعب في الفرقه دي، كانت الفرقه السوداء. يعني لغايه معروفين. لا بص، تاريخ نادي الصيد دايما معروف، واحنا في اجيال ورا بعض، فاحنا كلنا نادي الصيد مرتبط، وجيران واصدقائه من منطقه واحده، فنادي الصيد نادي كبير جدا في الرياضه، نادي كبير مش صغير. صحيح. انا بتكلم على العاب تانية كمان، بتكلم في الجمباز، عندنا لعيبه كويسه في الجمباز، فاحنا عندنا السكواش، عندنا في التنس، احنا بننافس، احنا بننافس النادي الاهلي في البنات خصوصا في الفولي وفي الباسكت. صحيح. يعني انا حضرت السنه اللي فاتت نهائي كاس مصر بين الاهلي والصيد، وانا كنت قاعد، كنت سعيد جدا الحقيقه ان انا اولادنا بينافسوا الاهلي، كان كابتن محمود الخطيب ومع الوزير العمري كانوا قاعدين. لا كان والسنه دي فاينل السوبر تقريبا، كان نادي الصيد، كان نادي الصيد ونادي الاهلي برضه. ففي عندنا تنافس، مش هقول لك احنا بنتنافس في رياضات بالحجم ده او بعدد، احنا مش امكانيات نادي الاهلي في الرياضه، بس الامكانيات المتاحه لحضرتك عامل يعني في نادي الصيد الصراحه. احنا نادي بنسعد جدا باولادنا، ما احناش نادي عايز اشتري لعيب عشان يجيب لي ميداليه، انما انا بسعد ان ابني او ابن زميلي او كده طالع من نادي الصيد، احنا بنقول ابن نادي الصيد. حازم امام كل ما بنشوفه النادي الصيد كله، حازم امام لعيب من نادي الصيد مش من نادي الصيد، نادي الصيد فعلا. فانت بتتكلم على نادي ليه تاريخ رياضي. طيب كل الكلام ده بيحط مسؤوليه لحضرتك، وبرده السؤال الاهم الموارد. انا راجل دلوقتي عشان اقدر يعني البي طموحات اللعيبه، ولبي طموحات اعضاء الجمعيه العموميه، ولبي طموحات حتى الاعضاء اللي ولادهم بيلعبوا او اللي مهتمين، زي ما حضرتك قلت اسره واحده، لازم يبقى عندي موارد. انا بصراحه بشفق عليكم بصراحه يا باشمهندس، موضوع الموارد ده موضوع قاسي جدا، بتتصرف ازاي ولا بتعمل ايه؟ هقول لك يعني الكلام بصراحه طبعا. انا قد يكون كلام برضو يعني الناس تتخوف منه، بس ما حدش يتخوف، لان انا اللي بقوله ده هو اللي المفروض يبقى موجود. في كلمات معينه بنقول بندعم الرياضه. كلمة دعم لوحدها ما ينفعش تقول لوحدها. كلمة دعم لازم يكون فيه فائض عشان ادعم. صحيح. لو ما فيش فائض فما اسموش دعم، اسمه خسارة. وأنا بفترض نادي زي نادي الصيد أو أي نادي تاني، عندي ألعاب رياضية كتير. 25 لعبة حضرتك بتقول. وابتديت أخسر السنة دي 20 مليون، السنة الجاية 50 مليون، السنة اللي بعدها 100 مليون. هستمر إزاي؟ صح. مظبوط. فلازم الموضوع، لأن ما فيش حد بيدي فلوس لحد. صح. النهاردة هي الكلمة إن أنا لو بدعم حاجة أو ببيع حاجة بأقل من قيمتها سلعية أو الخدمية، في حد تاني بيدفعها. اللي هو العضو برضه. صحيح. أو بيبقى خسارة للنادي، مش هنقدر نستمر. مدرستي ومنهجنا أنا ومجلس الإدارة بتاعنا إن إحنا لازم يكون عندنا موارد مستمرة عشان نقدر ندعم بعد كده.
الموارد دي بتيجي منين؟ الموارد بتيجي منين؟ النهارده يمكن يكون في 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 ايوه ما انا عايز اروح بقى لدي يعني عايز اروح بقى لجلسه النهارده الموارد هتيجي منين غير من الاستثمار؟ بتاعت البرلمان بتاع قانون الرياضه يا من جيب الاعضاء. يبقى عندك انت عندك شايف حضرتك طريقين لا تالت ليهم. مفيش حاجه يا اما استثمار بس يا اما الاشتراكات. الاشتراكات طب الاشتراكات دي موجوده الاشتراكات موجوده انما برضو ما بتغطيش ما بتغطيش طبعا. طب انما ناخدها بند بند، ناخد الاول الاشتراكات وبعد كده نطلع على الاستثمار وقانون الرياضه، هل بيساعدك على الاستثمار ولا بيعوقك؟ كلمنا بقى عن هو قانون الرياضه طبعا من 2017 بيسمح بالاستثمار، انما بيسمح بالاستثمار انك تكون شركه، وده يمكن حصل في النادي الاهلي او حصل في انديه ثانيه، انك تعمل شركه. انا ليا وجهه نظر في الكلام ده يمكن عرضتها النهارده. ان عرضتها على مين النهارده؟ لجنه الاستماع. انا بشكر جدا على فكره لجنه الشباب والرياضه دكتور محمود حسين وكان حازم امام موجود وكان بيستمعوا من الناس، كان في اعضاء كتير موجودين في اللجنه، كان رؤساء انديه وكده، كلنا تدورنا في كم الموضوع. واحد تقريبا؟ لا كان كتير، عدد حوالي 50 60 واحد. عدد مش قليل يعني. حضرتك طلبت النهارده بحاجه معينه في لجنه الاستماع؟ لا هو هم هي جلسه استماع، وده في حد ذاته ان اللجنه تستمع لمقترحات الناس فبيبقى شيء مهم. انما احنا بنتكلم على انا دي وجهه نظري. لو انا بدي قانون الاستثمار بيسمح لانديه تشكل شركه، نعم، طب ليه النادي نفسه ما يبقاش هو اللي بيستثمر؟ نعم، لان انت هيبقى الاصل مش مسموح له والفرع مسموح له، هيحصل كونفليكت، لازم هيحصل لخبطه. الاصل بيشرف على الفرع فالفرع بيقدر يستثمر والاصل فاحنا اتكلمنا واعتقد ده ازاي زي ما حضرتك قلت ازاي نجيب موارد عشان نقدر نكمل النادي. النادي رسالته هقول لك، نادي الصيد فيه داخل على 100,000 عضويه، رقم كبير، بنطلع في السنه حوالي 280,000 كارنيه ما بين الاعضاء والزوجات طبعي. والتوابع والاولاد، يعني بتكلم على 300 يعني شعب، صحيح، كيان كبير. النهارده ما ينفعش ان هو ده ما يتمتعش بخدمات، صحيح. لازم. انما ايه الموارد النهارده زي ما حضرتك قلت؟ الاشتراكات بتمثل جزء طبعا مش قليل بس مش كبير، وطبعا بعد الانشطه الرياضيه الانشطه الرياضيه اللي هو الهدف بتاعنا ان احنا ما نكبرهاش قوي عشان الاولاد تمارس كويس. الحاجه الثالثه اللي هي المنافس بقى اللي بتستاجر جوه النادي، ودي طبعا مش مسموح لنا نحقق منها ارباح، يعني انت على قد الخدمات، لان النادي الصيد لا يحقق ارباح وغير مسموح له ان هو يقترض من البنوك او اي نادي يعني قانون النادي. فانت بتتكلم على الموارد محدوده جدا. هقعد النهارده السنه دي اقدر اغطيها بعضويات جديده او باي موارد جديده، السنه اللي بعدها هعمل ايه، السنه اللي بعدها هعمل ايه؟ فانا ببقى يعني مش قد المسؤوليه لو انا ما قلتش ان انا جاي عشان احول نادي الصيد من وجهه نظري الى مؤسسه اداريا قويه جدا، ماليا قويه جدا، يعني عندها فائض تقدر تعمل منه اللي هي عايزاه. بس لازم يكون في لوائح وقوانين تساعدك. طبعا. يعني حضرتك مش هتعمل ده. طبعا ده اللي اتكلمنا النهارده، الانديه كلها اعضاء منتخبين. واحنا كلنا عمل تطوعي. انا برضو وجهه نظري ان التطوعي هو عمل كامل بدون اجر. يعني ما ينفعش حد فينا يتطوع وما يروحش عشان نعمل تطوع، صح؟ ما ينفعش. انا تطوعي، انا بالنسبه لي كحاله شخصيه، انا قعدت كنت مقرر لجنه كوره وكنت مقرر لجنه جمباز على فكره فتره طويله ما شاء الله في النادي، وكنت في نادي الصيد يعني من سنين طويله قوي، ما فكرتش اترشح خالص في اي منصب في النادي غير لما خلصت شغلي كاريرك، عشان لان ما ينفعش الاثنين. مقرر لجنه ممكن، انما تبقى عضو مجلس اداره او تبقى رئيس نادي لازم تبقى متفرغ. فانا دي مدرستي، ان احنا بناخد خبراتنا نديها للنادي، مش اجي اتعلم في النادي. فلازم يكون في ضوابط للترشح لمجلس الاداره. زي ايه مثلا حضرتك شايفها؟ انا برضو انا مهم ان انا عايز اطلع السابقه، يعني احنا بنتكلم على ايه؟ دايما تلاقي كده حسن السير والسمعه، وكان حسن السير والسمعه هو حاجه مش عاديه، المفروض الحاجات دي كلها عاديه، انما لازم يكون في ضوابط تانية، الخبره السابقه يكون في اي حاجه. يعني زي ما بتعمل ايه؟ ضوابط تبقى فيها ناس على اساس انا عايز ناس بالظبط، المجموعه تبقى متوافقه مع بعض، مش لازم، مفيش تطابق، عمره ما بيحصل تطابق، انما يكون المجموعه دي اخترت بعض من الاول، بتحترم بعض، بتحترم راي الاغلبيه، بتحترم يعني ايه عمل عام، عمل خدمي. حضرتك اشتغلت اكيد في كذا حته، وكلنا اشتغلنا في عندنا علاقات عامه في الشركات، صحيح. اصعب وظيفه هي العلاقات العامه، انت بتخدم غيرك، اتفق مع حضرتك في دي، وبتخدم غيرك في ايه؟ مع اسره، بنروح رحله احنا والاسره بتاعتنا، مراتي واولادي وبتاع، هم عايزين يحسوا ان انا اكتر واحد في الدنيا، يعني اخطر واحد في التاريخ وفي الشركه. بتاع العلاقات العامه ده ان ما حسسش اسرتي وقدامي ان انا راجل محترم، ممكن واحد يقول لك انا موظف زي زيك، صحيح، فهتبقى العمليه مش نافعه خالص. فعضو مجلس اداره هو متطوع لخدمه العضو، ولازم يفضي وقته لهذا، يفضي وقتي، عندي وقت كافي وعندي تقبل، لان انا بتقبل من العضو رايه. انما بيبقى في حته بقى بنختلف فيها شويه، اللي هو فرق بين النقد والاساءه، ودي كلنا بنتعرض لها، العمل العام بيبقى فيه اساءه، صحيح،
بره، لان لازم نبقى دايما ضابطين مع بعض كده احنا كلنا يا جماعه الاساءه هنا يعني ايه بنتقبل النقد تماما، الاساءه ما حدش لا انا بتقبلها عليك ولا بتقبل عليك. فهو الموارد لازم يكون عندي وسائل اداريه ووسائل ماليه وفرص استثمار. طب هل حضرتك معالي الوزير ما فكرتش تنشئ شركه للاستثمار في النادي؟ يعني فكرنا طبعا وبنفكر فيها هنعملها ان شاء الله. يعني طب ده حاجه حصري معانا اهو، احنا عندنا اماكن يعني نادي الصيد عندنا مثلا مكان زي كوم قشين، استراحه اسمها كوم قشين في الفيوم. على الفيوم المكان ده بقاله سنين طويله جدا كان معمول للصيد بس، صيد الطيور المهاجره، وخلص ما بقاش فيه طيور مهاجره في المنطقه دي، ما بقاش فيه رمال. ده اصل في النادي مكان أصل. حوالي 16 فدان بينه وبين نادي الصيد الدقي حوالي 50 دقيقه بالعربيه فعلا، بينه وبين عند بوابه الفيوم حوالي 12 كيلو، فمكان قريب جدا بس استراتيجي حلو جدا. فاحنا بنفكر طبعا ده احنا هنبتدي نشغله في النادي، الاستخدامات دي يوز ناس تروح تعمل سفاري يعملوا كذا، يبقى في حفلات، وممكن بنفكر ان احنا يبقى في مستثمر الشراكه بي تي او زي الشراكه بي او تي او بي تي او يعمل زي ما يعمل بالظبط، ويبقى ده كله ده محتاج مننا يا اما شركه تنفذه طبقا للقانون الحالي، او اتمنى يطلع القانون الحالي بيتيح لي انا مباشره اعمل هذا الاستثمار. عندنا بنتكلم في بورسعيد، بورسعيد نادي رائع، بورسعيد نادي رائع، انما النادي اربع فدادين او اقل من اربع فدادين، في اعضاء كتير، فالنهارده محتاج توسع صحيح. فانا النهارده بنشوف اتكلمنا مع سياده المحافظ واتكلمنا مع الناس اللي هناك، احنا في ارضين بنختار واحده فيهم، انا بتمنى ان احنا ناخد واحده فيهم النهارده توسع في بورسعيد، توسع في بورسعيد. بورسعيد احنا في مكانين، ممكن مكان على الطريق الجميل اللي هو ما بين دمياط وبورسعيد يبقى بيخدم الاثنين، او مكان في بورسعيد نفسها في بورسعيد. برضه ما نقدرش نقعد هنا ما نتكلمش على تجربه المهندس حسين صبور في نادي الصيد. طبعا المهندس حسين صبور الله يرحمه، الله يرحمه يعني. يمكن من اوائل الناس اللي اشتغلت بفكر استثماري، هي دي ميزه انك بتجيب حد يرأس نادي عنده فكر وعنده تجربه بيقدر يطبقها في النادي بالظبط، وهو دي شغلته يعني هي شغله المهندس حسين صبور الانشاء والديفلوبر يعني. طب نادي الصيد القطاميه فعلا. انا حضرت كنت اياميها في النادي مقرر لجنه وادعيت في حفل توقيع في التوقيع العقود والشغل، لا توقيع حجر الاساس، حجر الاساس لسه كان محافظ القاهره موجود، وانا ما انساش كلمه اللي قالها، المكان الوحيد اللي بحط حجر اساس وفلوس المشروع في البنك. بس حسين صبور عمل حاجه فكره بسيطه جدا، ان هو عمل عضويه ب 15000 جنيه. طب وقتها عضوية فاكر سنه كام؟ مبلغ طبعا سنه 2003 2004 كان اشتراك النادي 190000 جنيه. يعني نتكلم النهارده ممكن يبقى 250. هو حسبها ازاي؟ قال هجيب 4000 عضو ف 15000 60 مليون جنيه. النادي يتكلف 60 مليون جنيه. يبقى اعتبر اللي هم دفعوا 15000 دول هم المؤسسين. مؤسسين. والنادي اتعمل في ثلاث سنين او اقل من ثلاث سنين. وجميل جدا. النهارده النادي فيه كام واحد؟ كام؟ 20000. من 4 ب 20000. من 4 ب 20000. طبعا الاشتراكات زادت النهارده. وصل حضرتك تفتكر هو كام فدان؟ 16 فدان. 16 فدان. برضه انا بقى اتكلم فرصه بقى اتكلم مع اصدقائنا اعضاء القطاميه اللي هم دايما حاسين انهم لان هم الوحيد في النادي اللي هم عضو فرع فقط. يعني غير مسموح لهم ما هوش عضو كامل. عضو كامل وكان قبل كده القانون بيقول قبل كده يعني التعاقد بتاعهم انه يكمل في اي وقت، الوقت اللي هو دفع فيه يكمل المبلغ، النهارده القانون طلع 2017 انه يكمل الاشتراك الحالي. فطبعا بقى في ايه يعني مبلغ صحوب. كبير. انا بقول لهم احنا في اماكن في ارض جنبها، انا بنتكلم مع محافظه القاهره وبنتكلم مع جهات الملكه للارض دي ان احنا ناخد نعمل امتداد حوالي 7-8 فدادين كمان. طب استاذ حضرتك مع الوزير انا لازم اطلع لفاصل، بس احنا هنقف عند الاكستنشن اللي بتفكروا فيه في بجانب ارض القطاميه، وهسمع من حضرتك طبعا تفاصيله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع المهندس عبد الله غراب وزير البترول الاسبق ورئيس نادي الصيد. باشمهندس احنا وقفنا عند ارض القطاميه واحلام حضرتك او سعي حضرتك للتوسع للمستقبل. هل في ارض شفتوها؟ هل في ارض ملاصقه في ارض ملاصقه للقطاميه الحقيقه دي بنشتغل عليها. دي هتعمل توسع للاعضاء القطاميه، لان طبعا برضو المكان مع العدد نتمنى يكون طبعًا فيه اوسع طبعًا زائد الموضوع بتاع العضوات الفرع والكلام ده اللي بيحكمه القانون، اتمنى يكون الامور دي تتحل طيب لما يرضي الكل. البلانز دي او الاحلام دي محتاجه تمويل، حضرتك لما تاخد ارض اكيد هتاخدها بالقسط من الدوله بشكل مريح او بشكل ما، بتبقى محتاج اقساط في ميعادها. حضرتك بتفكر في اتجاه استثماري في ارض الفيوم تستثمر فيها بشكل او اخر بحيث ان انت تجيب موارد اخرى للنادي، هل الموضوع ده بيبقى اكيد كله باكج واحده؟ طبعا يعني اكيد كل ده هيبقى استثماري عشان يتحط في الاخر
للأعضاء. للأعضاء بالظبط. انا كل هدفي وهدف مجلس الاداره اللي معايا الاصدقاء يعني زملائي ان احنا نعمل احتياطي مالي في النادي، ده هدفنا في الاربع سنين. في الاربع سنين اسيب الاربع سنين النادي اداريا يتحول الى نادي مؤسسي بيتعامل بقواعد معينه مؤسسيه. بنتكلم على كوست سنترز يعني مراكز انفاق كامله. النهارده بنتكلم على المطاعم بنشوف حساباتها ايه وبتخسر ولا بتكسب، بنتكلم على الالعاب الرياضيه بتخسر ولا بتكسب، بندعم ايه وما بندعمش ايه، بنتكلم على الايجارات الموجوده. نعم. انا كان وعدي للناس ايام الانتخابات اي مكان فيه مشاكل ماليه بتعمل ثلاث حاجات اساسيه، بتراجع كل ما يتم انفاقه في الوقت الحالي. صحيح. ونظريا وعمليا وكل حاجه معروف ان لازم هتلاقي 10% ممكن توفر. وده حصل، اعتقد حصل في كذا حاجه. تاني حاجه بتشوف ما هي المنافذ اللي عندك او كل وسائل الايراد عندك اللي مش مستغل، تحاول تستغلها. تتخطى بقى العوائق القانونيه، طريقه المناقصات اللي هي العقيمه جدا اللي بتقعدك سنتين ثلاثه ما تعملش حاجه. فاحنا يعني عملنا اتكلمنا في هذه المواضيع والحمد لله ابتدينا ناجر حاجات ما كانتش متاجره ونوضب الكلام ده. ثالث حاجه اللي هو الاكسترنال بقى اللي هو الخارجي. لن يغني نادي او اي مكان غير الفرع الجديد ببساطه. صح. الفرع الجديد ليه؟ احنا بنتكلم النهارده عضويه النادي 700,000 جنيه بالضريبه، 600,000 وحوالي 100,000 ضريبه القيمه المضافه، يبقى بتكلم على 700,000 جنيه. انا هاخد منهم 600. طيب كم واحد هيدفع 600,000؟ هنقول مثلا 1000 واحد. نقول حط مثلاً. حط مثلا رقم. انما لو انا عملت فرع جديد، النادي الاهلي عامل فرع جديد، نادي الجزيره عامل فرع جديد، بتتكلم 250,000 300,000 مظبوط؟ هيبقى ال 1000 دول 2000 3 بقوا 300 مليون. صحيح. ال 1000 300 مليون. صح. مع ان ال 1000 700 مليون ومش هيجوا. صحيح. لان انا يعني انما انت كده ضمنت انهم هيجوا. ال 10,000 واحد 3 مليار. تعمل فرع وتطور الفروع الثانيه. لو انا عملت فرع استوعب 10,000 عضو. فكر جميل جدا. ادي 3 مليار. يبقى انت لازم بتبص، انا ما اقولكش بكره اجيب 3000 3 مليار ولا بكره اجيب. لما لازم تكون حاطط التارجت. انا بعمل الشغل ده ليه؟ العائق عندي ايه؟ يبقى العائق البدايه. طب البدايه مالها؟ البدايه هاخد ارض من الدوله تخصيص او شراء، يبقى عندي مشكله في السداد الاول اللي هي البيضه ولا الفرخه زي ما بيقولوا. داون بيمنت الاول. طب هاخد فلوس. لا انا هاخد فتره سماح سداد سنه اتنين لغايه ما تقدر. هو ده اللي بنتكلم فيه دايما مع الجهات اللي موجوده عندنا، والجهات دي عايزه تساعدنا يعني. طب ما تحط تشريع في قانون جهات الدوله. انا لما بعمل نادي النهارده في احط اخد فيه استوعب فيه 10,000 واحد 20,000 واحد وعندي امكانيات ماليه، انا هأهله رياضيا واجتماعيا وثقافيا وكل حاجه. أسيتس. النادي على فكره النوادي فقدت لفتره طويله هدفها. نعم. انا جيل بتاعي انا عضو في نادي السيد من سنه 65 او 64. انا عملت كل حاجه في نادي السيد، لعبت الرياضه وحضرت مسرحيات واصحابي ومسكنا يعني نادي السيد ده كان بالنسبه لنا اهلنا بيسيبونا ويمشوا. صحيح. انما كان مكان امن، مكان فيه اضافه، فيه ثقافه، كنا بنتكلم على الكبار اللي عند اكبر مننا اللي اصغر مننا. فالنادي لازم يتحول يرجع تاني لمكان امن، مكان فيه ثقافه عاليه جدا. لازم نهتم جدا بالتربيه وبالتعليم وبالثقافه. ما ينفعش النهارده اللي ماشي في البلد والالفاظ والكلام ده، لازم النادي يبقى ليه خصوصيه. طبعا. امتى ده هيحصل؟ يكون عندك ناس على مستوى عالي تاخد بالها من الانشطه، مدربين على مستوى عالي جدا، مونيتور كويس، الخدمات مونيتور عندك سيستم وبتمونيتور السيستم ده. كل ده هل ينفع من غير فلوس؟ لا طبعا، هو الاساس. اللي بيقول غير كده فبيضحك على نفسه. طبعا. احنا مش جايين عشان نقضيها، هيضحك على جمعيته العموميه. بالظبط كده. الجمعيه العموميه لازم تبقى عارفه، واعضاء النادي ان انت بتشتغل، انت احنا اعضاء وخدنا اللي خدناه، ولادنا لسه واولادهم لسه، احنا نادي هيستمر كتير. نادي من مكان واحد كان فيه انا عضويتي شخصيا النهارده 1900 وحاجه. يا خبر ابيض، ده ما شاء الله يعني من سنه 76. ده قبل، كان قبل كده مع الوالد، كانت قبل كده اقل من كده، انما انا عضويتي الشخصيه 1000. فبتتكلم النهارده عندنا مؤسسين حاجه و90,000 عضويه. وانا يعني انا كبير في السن يمكن، بس يعني ايه برضه مش لدرجه ان انا اجيال انتهت يعني. لا لا. انا بتكلم على في حياتي زاد من 2000 واحد لحاجه و90,000. بتتكلم في اعداد لازم تتوسع. طب ما دي انا شايف ان دي هتبقى حاجه بامانه يعني. انا راجل مش عضو في نادي الصيد عشان بس الناس تبقى فاهمه، انا راجل ببص بعين مجرده ان حاجه زي كده وانشاء فرع جديد واللي حضرتك بتحلم بيه ده ممكن يكون افضل حاجه ممكن يعملها المجلس. طبعا. ان انت بتعمل فرع جديد وبتنشئ فرع جديد وبتاسس على احدث اسس. بس انا اقول لك كلمه بصراحه ويمكن كلمه شخصيه جدا. انا دخلت نادي الصيد بهدف معين،
وكان في اعتقادي او في تخيلي ان انا باذن الله هنجح فيه، وانا مصر ان شاء الله يعني هنعمل كل شغلي انا ومجلس الاداره بتاعي اللي معايا يعني ان احنا ننجح فيه. لو ما نجحناش هنسيب مكاننا على طول. انا هدفي احول نادي الصيد الى مؤسسه اداريا قويه ماليا قويه، من غير الاثنين دول يبقى اي حد بقى هنيجي ونمشي ما بنعملش حاجه. اسمح لي احييك يا معالي الوزير. انا بتكلم بجد، وانا اسمح لي احييك ان هو يعني نادر لما بنلاقي مسؤول. لا لا لا، انا بالنسبه لي وبتكلم يعني مع زملائي، احنا لو ما مشيناش من نادي الصيد وفي 2 3 مليار جنيه احتياطي مالي يصرف على خدمات الاعضاء، النهارده كلنا بنشتكي من الكراسي، عندهم حق. انما لما تبقى الكراسي النهارده كرسي الواحد ب 3000 جنيه، عايز تغير 2000 كرسي عايز 6 مليون جنيه، عايز تعمل ده بند واحد ده غير الشلت، ده غير كذا، ده غير كذا. فانت بتتكلم على كلنا مقرين وكلنا شايفين ده غير الخدمات اللي انت حضرتك عايزها تبقى في النادي بدون مش هدفها الربح. فانا النهارده ان ما كانش عندي المؤسسات القويه هي اللي هتستمر، مش قويه مش هتستمر، او هتستمر بخدمات قليله. فاحنا لازم نواجه الواقع. واحنا على فكره انا مش عايز ادفع كتير، وزملائي كلنا مش عايزين حد يدفع كتير، انما هل انا ما ادفعش وما الاقيش الخدمه، ولا الاقي الخدمه باعلى شويه؟ لا، الوضع الطبيعي تلاقي الخدمه باعلى لغايه ما اقدر بقى اعمل اللي انا بقول عليه، يبقى عندي ملاءه ماليه قويه، عندي احتياطي قوي استثمره. يعني النهارده لما بتاخد كومباوند او في الساحل الشمالي او كده في وديعه بتتحط. طبعا الوديعه دي خدمه شغلتها ايه؟ عشان تضمن ان المكان يفضل باحسن حال. الخدمات باحسن حال. يعني ايه صيانه؟ الصيانه معناها ان المكان دائما جديد. صح. لو رحت مكان لقيت حاجه مكسوره يبقى مفيش صيانه على طول من غير ما تفكر، او قصه ما صلحتش. انا بتاع بترول، روح سكاي وروح بترو سبورت، المكان اكنه مفتوح امبارح، لان في صيانه. الصيانه اللي هي الوقائيه، مش لما حاجه تبوظ اصلحها، لا الحاجه انها ما تبوظش. فهو ده مفاهيم معينه الحقيقه ما لقيتهاش موجوده قوي في النادي. طب خلينا نقول يا معالي الوزير، انه هل حضرتك ومجلسك ابتديتوا خطوات في ارض الواقع؟ هل فعلا يعني اللي احنا اتكلمناه طبعا كلام عظيم جدا بامانه، وكلام واضح وصريح وطالع من قلب حضرتك، انا نفسي يعني حاسنه من قلبك. هل خدنا خطوات على ارض الواقع خلال السنه اللي حضرتك كنت فيها؟ لا لا، اخدنا طبعا. انا بتكلم على المجموعه، مش عايز اذكر اسامي، المجموعه عندي كلها يعني من الناس الزملاء المحترمين جدا، كلنا شايلين على عاتقنا حاجه، احنا عايزين نعمل حاجه للنادي، كل واحد فينا بطريقته. انما احنا مع بعضنا عندنا تنوع خبرات، في ناس بيشتغل في بنك، في واحد بيشتغل في شركه، واحد بيشتغل في كذا، واحد مهندس، واحد تجاري، واحد طبيب، واحد يعني عندنا ايه الكومباينيشن كويسه. فاحنا كلنا بنشتغل في كل الاتجاهات. نعم. مين يتابع؟ انما ايه اللي ناقصنا لسه؟ احنا عندنا النهارده جهاز اداري في النادي الحقيقه شايل جهد غير عادي، يمكن الناس مش حاسه بيه، انما انا اقدر احس بيه، انا اقدر اقيم الناس اللي بتشتغل معايا. طبعا. انا اعرف امتى اقدر اقول انا محتاج ازود او انا محتاج اغير. هي دي برضو من الحاجات اللي بتبقى ناس حسب تجربتك مع المسؤول. كان التجربه مش كويسه يبقى ده ما ينفعش. التجربه كويسه يبقى ده احسن واحد في الدنيا. انما التقييم الموضوعي والمنطقي هو بيقيمك انت او انا اللي بيشتغل معاك كل يوم. صح، لان هو معاك كل يوم وشايف اسلوبك في العمل. بالظبط. فاحنا النهارده بنتكلم على نادي الصيد في الدقي في اكتوبر مساحه، اكبر مساحه في النادي 65 فدان، الدقي 55 فدان، عندنا القطاميه فيها 16 فدان، بورسعيد حوالي 4 فدادين، والارض بتاعت الفيوم كوم قشيم في الفيوم حوالي 16 فدان. فانت بتتكلم على مساحه، ده غير ايه؟ غير البرك اللي موجوده في الشرقيه اللي هي الصيد. فانت بتتكلم على اتساع غير عادي، بتتكلم على اعداد موظفين مش قليله بتستهلك، وده جهاز الاداري كبير. انا النهارده يمكن نادي الصيد هو اول نادي يطبق الحد الادنى من المرتبات. عملت كده فعلا؟ عملنا طبعا، لان انا برضو احنا المجلس بتاعنا مقتنع بشيء، من يقدم الخدمه هو العامل. مين اللي بيحفظ امن النادي؟ لازم اديله حقه، هو العامل. احنا باجي واروح. يعني حضرتك طبقت فعلا في الجهاز الاداري الحد الادنى الاجور فور الدوله اعلنت عنه؟ طبعا، مع الصعوبه فيه، انما احنا ادينا له اولويه، مجلس الاداره احنا قلنا اولويه، لا الكلام ده الدوله قررت حاجه هننفذها. احييك يا باشمهندس. واحنا لسه كمان بنتكلم على ازاي اخلي العمال والموظفين في النادي في وضع اداريا كويس. احنا يمكن بنعمل بعض التغييرات في الاماكن والكلام ده، برضه ناس بتتساءل، لا انا لازم النهارده ما ينفعش يبقى ناس كتير قاعده في اوضه واحده. جو العمل نفسه بيشجع. يمكن الحمد لله احنا عملنا الاشتراكات السنه دي لاول مره من سنين طويله، العضو بيجي يدفع الاشتراك وياخد الكارنيه وهو واقف. دي كانت بيقعد بالشهرين ثلاثة ما كانش موجود. المكان نفسه احنا رحنا في المبنى الاجتماعي استقطعنا جزء كده وجهزتوه بقى زي البنك.
يعني انا بدخل وانا قاعد زي النادي الاهلي. النادي الاهلي كده النادي الاهلي كده في رقم بتخش زي البنك تاخد رقم 11 دولار تخش على شباك. فده طبعا النهارده اعتقد ان هو ده النموذج اللي احنا عايزين نطبقه. العضو مستريح، العضو بيمارس في كل تعامله جوه النادي يبقى كده. هل ده هيحصل من غير فلوس؟ لا طبعا. انا بقول هل ده هيحصل من غير جهاز اداري قوي جدا فاهم شغله؟ لازم الاثنين دول محتاجين تمويل، محتاجين فلوس. فالهدف الاول والاخير هو النادي يكون على عنده امكانيات ماليه تقدر بعيد عن جيب العضو. انما برضو ما فيش حاجه ببلاش. ما طبعا غصب عنك يعني. بص يا باشمهندس، ما هو احنا خلينا نتكلم. فهي هي التوازن، ان انت يبقى على قدر الممكن. انما ما ينفعش ان انا كنت بدفع 5 جنيه من زمان افضل ادفع 5 جنيه على 10 سنين، ما ينفعش يعني. الزياده تبقى زياده يعني الكل يستطيع يقدر يتحملها. زياده ببقى مقتنع بيها. وفي الاخر هتاد فاليو في الخدمات، هتاد فاليو في الـ في الـ في السيستم، في كل حاجه وفي المستوى. وكمان انا دلوقتي معلش يعني مال وزير، انا لما اكون عضو في النادي، عضو مؤسس، ويتفتح لي فرع جديد وتفر بقى في التجمع يعني في 6 اكتوبر ايا كان الفرع الثاني اللي هيتفتح او ايا كان هيكون مكانه، طب ما دي فاليو. طب ما ده انا اقدر اروح اي حته. طب يعني اقصد اقول لحضرتك انه تفكير سليم وتفكير ماشي. انا عندي النهارده بورسعيد، عندنا بورسعيد على فكره من الفروع الجميله جدا. انا رحت وشفت. ومن المدن، من المدن اللي ليها مش عارف هل ده يعني تاريخيا احنا بورسعيد رمز الكفاح والنضال والصمود. صحيح. وبرده فيلم اشاعه حب عمل لنا يوسف وهبي وعمر الشريف وساعات. الحقيقه يعني بص انا عشق بورسعيد من غير ما نشوفها. انما بورسعيد فرع جميل. النهارده عندنا استراحات حوالي 12 استراحه في النادي بورسعيد. طبعا عليها ضغط غير عادي من الاعضاء، كنا ساعات تروح. فانا بفكر لو احنا عملنا فرع جديد، اول حاجه هتبقى فيه انك لازم تعمل اماكن زي اوتيل صغير يبقى يستوعب اعضاء اكتر من نادي الصيد الدقي ومن القطاميه ومن هي. اكتوبر. يعني احنا نعمل تواصل بين الاماكن عندنا. فبورسعيد مهم، مكان مهم جدا، واللوكيشن بتاعه بصراحه يعني على الميه حاجه رائعه. وانا بقى عايز اروح مع حضرتك على بعد تاني، بعد تاني مهم جدا برضو الاعضاء، والبعد الرياضي والالعاب عايزين نخش فيها بالتفصيل. بس استاذ حضرتك اطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن نادي الصيد من رئيس نادي الصيد معالي الوزير عبد الله غراب، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا طبعا مع معالي الوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد وزير البترول الاسبق. باشمهندس، يمكن الرياضه الناس بتشوف نادي الصيد بينافس في 25 لعبه. سؤال صريح، ميزانيتك كام في الرياضه يا باشمهندس؟ بنصرف قد ايه؟ حوالي 125 مليون جنيه. ده السنه اللي فاتت. 125 مليون جنيه. ده رقم كبير جدا مش جدا. رقم ضخم. لا ده رقم يعني هو رقم بيشمل المصاريف الرياضيه، الملاعب، المدربين، الانتقالات، صيانه الملاعب والكلام ده كله كمان طبعا اكيد داخل. طبعا كل حاجه. 120 مليون بس في دخل بيجي. هو ده مش عجز يعني. العجز بيبقى حوالي 60 مليون. طب دخلك من الرياضه بيجي منين؟ بيجي من اشتراكات اللعيبه برضه. معلش قصدي اقول لك يعني رقم الله يكون في عونكم، يعني ده صداع كبير. فهو يعني انا هديك مثل واحد، هديك مثل واحد اللي هو دايما بنتكلم فيه. عندنا احنا 30 لعبه، من 25 ل 30 لعبه بنشئنهم. قول 30 لعبه. لا 30 لعبه، 30 لعبه، 30 نشاط، 30 نشاط. كبار وصغيرين هيبقوا كام؟ بقوا 50. كبار وصغيرين 50، ما انت تضربهم في اثنين بقوا 50. ولاد وبنات 100، 120، 120 ما 50 او 100. لو 25 يبقى 100. ثلاث فروع 300. فانت متخيل 300 بقى ايه؟ الناشئين دول في تحت 15 وتحت 14. فانا بقول لك 300 ده يعني ببساطه كده. تخيل بقى ان انت نادي فريق او يعني رقم كبير جدا. 120 مليون انا فوجئت من الرقم بصراحه. رحيح. فانت هتعمل كنترول ازاي على هذه الالعاب؟ ايه الاولويات؟ احنا اتكلمنا في الفاصل على ازاي تجيب حد يرعى الالعاب. انا عايز اروح بقى في قصه الرعاه. الراعي هيرعى مين؟ انا النهارده عندي تايكوندو، عندي بلعيب اولمبيين، وعندي مشروع اللي وراهم. هم دول اقدر اجيب راعي على دول. انما لو انا بمارس الرياضه وخلاص عندي 30 لعبه بشتغل، فلا. انا النهارده بتكلم على لازم اعمل تقسيمه للرياضه. الرياضه في نادي الصيد ببساطه عندك رياضات اولمبيه، محقق انت ميداليات اولمبيه بالفعل وبتشارك في الدورات الاولمبيه. عندنا 5 أو 6 لعبات، التايكوندو طبعا، قصر السهم، الرمايه، الجمباز، الشيش. ممتاز. وممكن بقيه لعبه او اثنين من الالعاب القتاليه لان احنا متميزين فيهم في نادي الصيد. فدي عندك مشروع بطل اولمبي، ده لازم اركز معاه، ده اقدر اجيب له سبونسرز.
طب السبونسر بيجي للاعب ولا بيجي لسيادتك؟ ما برضه بيجي للاعب، بيجي للنادي اللي بيخلق لعيب. لا انا دي شغلتي، لا انا شغلتي انا اقول عندي، عندي هدايه ملاك وعندي سيف عيسى، انا كسبونسر هاجي ارعى اللاعب. لا انا بجيب بقى السبونسر يرعى اللعبه واللاعب. برافو. يعني هيجي يرعى اللاعب باكس، هقول له اديني اكس ونص عشان ارعى غيره، اكس ونص عشان اطلع غيره واعمل مشروع بطل اولمبي وراه. الكلام ده بعمله، اتكلمنا مع وزاره الشباب والرياضه مع الوزير اشرف صبحي، والراجل عنده استعداد كامل وهو بيشجع تماما الكلام. فانا كنت قاعد معاه مره من فتره بقول له انا عندنا ان شاء الله لعيب في التايكوندو، قال لي لا انت مش ميداليه واحده. هو بيتكلم على نادي الصيد مكلفين ان يبقى عندنا اكتر من ميداليه. تمام. لان احنا عندنا، احنا بقول لك عندنا لعبات الشيش والربايه والجمباز عندنا ممكن عندك يعني. خمس العاب بس محتاج طبعا تنسيق مختلف شويه. احنا ده اللي عايزين نعمله، ما بقاش عندي 25 لعبه كلهم بياخدوا نفس الاهتمام. وانا اتمنى باذن الله يكون عندي ناس من اعضاء النادي اللي هو زمايلنا واصدقائنا اللي هم عندهم خبرات في الالعاب دي، نعمل لجنه منهم او مشروع بطل اولمبي، اعداد بطل اولمبي. خاصه انا متميز بيها. المتميز. بس هنا معلش انا اسف تايم اوت، يعني لازم انا يعني معلش انا راجل بفكر مع حضرتك، لازم هنا اخد دعم من الدوله، لازم طالما انا برتقي بفكر حضرتك، انا اسف ان انا بقول كده، بس ده اللي لازم يكون، ويعني وياريت حد يكون سامعني، انه هو طالما حضرتك مش بترنو او بتامل ان انت تخرج بطل بس، انت بتخرج بطل اولمبي، لا هنا لازم الدوله تخش ولازم وزاره الشباب والرياضه تدعمك في هذا الاتجاه. طب هو ما عندوش مشكله، انما الدعم المباشر ده خلاص بطل. انا عندي قدره ان انا اعمل انا دعم، انا ادعم النادي بتاعي في المجال ده اللي هو مشروع استثماري، يعني الاستثمار الرياضي. هم الدوله اتمنى انهم يسيبونا نعمل استثمار رياضي، بس احنا بنتكلم في قانون الرياضه النهارده، سيبني اعمل استثمار رياضي زي النادي الخاص او زي النادي كذا او زي الشركه اللي بتقول لي اعمل. فانت اديني انا هقدر اعمل الكلام ده كويس قوي، يبقى عندي شركه عشان بتخلق لي بطل اولمبي. شايف الكلام ده ممكن يتطبق على ارض الواقع؟ ممكن. يعني النهارده جلسات الاستماع في البرلمان، كل شيء ممكن. على فكره انا اعتقد ان احنا خلاص بقى، يعني بعد العمر ده كله وبعد التجارب دي كلها، ما قدمناش غير حل واحد، هو الاستثمار والاستثمار والاستثمار في جميع المجالات. الاستثمار يجي ازاي؟ باجراءات سهله وبسيطه جدا، ولوائح وبلا خوف. بلا خوف وكده كده الجهات الرقابيه موجوده، يعني التجربه برضو الجهات الرقابيه برضو مطلوب منها ان في حاجه اسمها التجربه والخطا. مفيش نجاح غير بعد خطا، ومفيش خطا ما يعقبش نجاح. فانت لو جيت كل واحد على اول خطا، طبعا بنستثني طبعا الاخطاء المقصوده وال انا فاهم حضرتك، انا بتكلم على التجربه العاديه. لازم كل الجهات اللي بتراقب دي بتتقبل، احنا علمونا كده في شغلنا، يو هاف ذا رايت تو ميك ميستيكس، لك الحق في ارتكاب اخطاء عشان تتعلم. انما لو من اول خطا بدون مقصود، يعني فاحنا عندنا تخوف وعندنا خوف وعندنا الجهاز اللي مش عارف ايه والرقابه اللي شكلها ايه واللائحه الماليه الموحده، يعني في حاجات بقى خلاص ايه لازم نغير شويه. انت بتختار انديه بتنوع كبير جدا، مجالس اداره متنوعين الخبرات وكده، مش معقوله كلنا ننحصر ان احنا نمشي على طريق واحد او نمشي بطريق واحد او كلام ده. لازم نسيب نفسنا شويه ونطمن لبعض، والتجربه وخطا. والله انا هجرب اعمل كذا، ما ينفعش هغير الفعل هصلحه، بس دي فرصه حريه. اي مشروع واي حاجه في الدنيا فيها طريقه انك تلحق الخطا، انك بتتابع وبتعمل فولو اب ازاي والكلام ده. فالاستثمار الرياضي هو الحل الوحيد. طب مدرسه الكوره، هل طبعا حضرتك سردت لي اسامي نجوم كبار وراحوا انديه كبيره زي الاهلي والزمالك وحققوا ولعبوا على مستوى المنتخبات، حازم امام احمد عبد الله، انا مش عايز انسى حد، ويعني وكان في هشام حنفي من الاهلي وزهران فضل محمد فضل يعني اسامي كبيره وكانوا كتير. ولكن هل هنا اقدر او في خطه حضرتك تعمل زي شركه استثماريه، خاصه ان عندك تميز وعندك ملاعب كره للناشئين جيده جدا في نادي الصيد، تقدر منها تعمل تفريغ للاعبين دول واستثمارهم مع الانديه الكبيره، يبقى موضوع رسمي بقى وشكل طبعا رسمي. اتمنى، لان انا مش متخيل ان نادي الصيد على مدى 50 سنه ما طلعش غير 10 لعيبه. طلع عشان لقيناهم وعرفناهم. الاهتمام بالناشئ في نادي الصيد هو الاهم، مش بس كره القدم. هل انا نتكلم بصراحه، هل نادي الصيد هينافس في كره ياخد دوري؟ لا. هل انا محتاج انافس في كره ياخد دوري؟ معلش انا اسف، انا بقول لك كده بالظبط. انا دوري لو فكرت حضرتك كده، انا شايف انه هيبقى مش 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 منطقي. ويست. مش منطقي. انا دوري ايه بقى؟ انت نادي الاهلي، انت عايز ناشئ شكله ايه؟ عايز ناشئ ولد متاسس صح، متاسس كويس، عقليته كويسه، كويس، شاطر، بيعرف كذا، متعلم. هو ده اللي انا اهله، انا جاهزه لك، انا هاهل لك لعيبه من عندي افضل ناشئين في مصر، هم في نادي الصيد والانديه اللي زيه.
يعني بلا غرور وبلا مبالغه. عندنا ناشئين يعني هم الاولاد الصغيرين، المدارس عندنا والاكاديميات الصغيرين ناشئين على اعلى مستوى في كل حاجه. بس يبقى التسويق بقى، معلش احنا عندنا ناس بتسافر بره يعني، يبقى التسويق يعني عند حضرتك لعيبه بهذا الحجم عندي طبعا اكيد محتاج تسويق، محتاج ناس بروفيشنال يبقى هم اكيد. هسالك سؤال يا كابتن عايز، اتفضل. النهارده الاهالي النهارده التارجت بتاعها ايه لاولادها؟ هدفها ايه لاولادها؟ تعلموا بره طبعا. النهارده في شركات موجوده في مصر ومن انديه من عندنا، اولاد وزمايلنا واولادنا من انديه بيعملوا شركات ترويج للاولاد دي بره، سكولرشيب، منح رياضيه، سواء جزئيه او الجامعة. كليه، دول بيروحوا يلعبوا، اولادنا كتير منهم شفناهم بيروح يلعب بره وبيلعب في الباسكت وبيلعب في السكواش وبيلعب في الكلام ده كله. انا هعمل الكلام ده، ليه ما اعملوش انا كنادي؟ ليه ما اعملوش؟ اعمله. دي عايزه شركه، ولي الامر عايز ابنه يتعلم بره عنده السكولرشيب لما يكون التميز الرياضي ده، وبييجوا يصوروا لاولاده وبيعملوا افلام ويبعتوها للجامعه. انا ليه ما اعملش الكلام وشغل فيه اولاد النادي؟ وعندك يعني ليه ما يبقاش في شركات جوه؟ اكيد فيهم خبرات. فانا هي دي ليه دايما الولاد اللي عندي اللي عندهم كفاءات يطلع بره يعمل شغل بره؟ طب ما يعملوا في النادي. اسمح لي بقى انت كوزاره وكدوله، اسمح لي نعمل الكلام ده، وما تخافش مني، ما تخافش عليا. هي دايما احنا ايه، انا خاف عليك لا تغلط، او اخاف منك لا تغلط، فاجيب لك خمس تنفار يقعدوا جنبك. طب هل يا جماعه الكلام ده لازم يخلص. طب هل في تنسيق بينك وبين باقي الانديه؟ يعني مثلا يعني انا شايف فكر يحترم جدا، هل في تنسيق حاولت حضرتك تعمل زي جبهه من الانديه من رؤساء الانديه، وعلاقتك بالجميع جيده الحمد لله رب العالمين، تقدر تعمل وتوحيد في الفكر، طرح ورقه عمل على لجنه الشباب والرياضه؟ النهارده انا بشكرهم جدا، لان جميع الانديه اللي كانت موجوده اتكلمنا كلنا تقريبا في نفس الاتجاه، وهم الحقيقه لجنه الشباب والرياضه عندها تقبل كامل، واعتقد انهم عارفين. بس انت بتتكلم النهارده في نوعيه مختلفه شويه، صحيح، فكلنا عايزين الافضل. بس احنا بنساعد، انا بضمن لك لما تغير ما تقلقش. بس في حاجه معالي الوزير، والكلام ده انا خليني افتح قلبي، حضرتك فتحت قلبك انا افتح قلبي. في ناس بتقول وانتقادات كتير على السوشيال ميديا انه قانون الرياضه محتاجين اللي يعدله مش نفس الناس اللي عملت، وده وضع طبيعي. حضرتك يعني النهارده في مجموعه هي اللي عملت قانون الرياضه واجتهدت ومشكوره ونربط على ايديها وعملت افضل ما تقدر تعمله. ولكن لما اجي اعدل قانون الرياضه المفروض من وجهه نظري ان اللي يعدله مش نفس اللي حطه، لانه لازم اللي يجي يكون شايف منظور اخر. هل تتفق معايا كده؟ خاصه ان الناس شايفه ان اللي بيشارك في تعديلات الرياضه نفس الوجوه اللي شاركت فيه. لا، في وجوه موجوده، في طبعا في وجوه قديمه، والناس شايفه انه لازم يكون في وجوه جديده زي حضرتك، زي الجبهه اللي النهارده كانت بتتكلم في الانديه السابعه ليها. النهارده رئيس لجنه الدكتور محمد حسين، رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب، برضه ما شاركش في قانون الرياضه اللي فات. ففي وجوه جديده. انا بقول لك في وجوه جديده. في ناس، بص، كلنا عايزين الافضل، انما في فكر بعض الناس هو الفكر التقليدي اللي هو الامن، ما عارف ايه، نو ريسك. ما هو ما فيش ريسك، يبقى ما فيش تطور. ما هو ما فيش تطور من غير مخاطره، وما فيش تطور من غير جرأه، ودي طبيعه الامور. طب شايف لا، انا شايف ان احنا في الاخر بعد التجارب دي كلها لازم نغير المخاطره، لازم نجرب المخاطره. يعني احنا جربنا، عايشين حياتنا كلها خايفين من كل حاجه، عملنا زي تماثيل وخفنا منها، صح؟ ده الوضع في الرياضه دلوقتي، في قوانين ولوائح. بس احنا عملنا غير كده، بس عملناه بعيد عن الكيان الاصلي اللي هو الشركات، لا الشركات والاماكن الاخرى، اديت لها اسس كل الحريه. طب معلش، ما هي الاصل بقى، انا نفسي بقى نرجع للاصل تاني. الاصل يتحرر شويه، الاصل يبقى عنده حريه حركه، عنده حريه مع القيود. احنا بنتكلم على قوانين معينه كده، العالم كله عنده قوانين، يعني قوانين مثلا المشتريات، الشراء والبيع والمواصلات، مفيش خلاف عليها، موجود في كل حته على فكره في العالم، انما مش لازم يكون قانون مركزي. القوانين بره تقول ايه؟ كل شركه وكل هيئه يكون عندها لائحه مشتريات. بمعنى ايه؟ ما اقومش انا رئيس النادي ورئيس الشركه اشتروا من هنا واشتروش من هنا، ده عمره ما بيحصلش. انما ما ينفعش برضو تخليني انا ماليش اي سيطره على اشتري ازاي وبيع ازاي. القوانين هي اللي بتشتري وبتبيع، اللائحه هي اللي بتشتري وبتبيع، ففي الاخر يعني انت برضه معالي الوزير، اللوائح والقوانين دي عشان يبقى في شفافيه. هل هي شعره؟ لانه الشفافيه وان انت تحارب ان يبقى في اي شبهه، ما بقولش طبعا كل يعني الناس اساتذتنا ومنكلهم كل احترام، ان يبقى في شبهه كوربشن مثلا موجوده او حاجه، فالقوانين دي اتعملت نتيجه خبرات انه يقدر يخليك او يقدر يلزم الجهات او الهيئات الرياضيه ان هي تبعد عن اي شبهه. فهنا المشرع يخاف. انا برضو بحط حضرتك، انت ضحكتني، اقول لك طبعا كلنا متفقين، انما انت عشان تمنع في شبهه كوربشن
تقفل كله؟ لا ما اقدرش طبعا. ولا انا ابقى شاطر وامسك الحرامي؟ هي بالظبط هي بالظبط. هل هي موضوع ما حدش يعمل حاجه لا احسن يبقى في حرامي ولا امسك الحرامي؟ لا هي طبعا عمليه يعني مش بالبساطه اللي احنا بنتكلمها دي. مع التجارب ومع الشغل طبعا، انما لازم الحد زي ما انت بتقول شعره، هي شعره ازاي ان انا اضمن بلا تعطيل؟ ما هو لو تعطلت يبقى كلنا خسرنا، لان التعطيل في الاخر كلنا خسرانين بس، وهنرجع ورا. لان وانا ماليش ذنب لو انا مش ما بمدش ايدي على حاجه، وانا راجل بشتغل مظبوط، انك تعطلني علشان انا مش قادر احقق اللي انا عايزه علشان في واحد تاني انت خايف منه. فهي موضوع كله لازم يبقى دايناميك، ما يبقاش احنا ستاتيك جدا. احنا عندنا الشعب المصري صعب جدا تغييره، ما هو معتاد عليه مش قادر تغيره. انما لما تبص بقى جنبك كده الجهات الجديده والانديه الجديده والكلام ده كله بتجري. شغال بتجري الانديه الخاصه بتجري، مش معنى انا بجري انا مش قادر اجري، انا متكتف. ما انا متكتف انا اللي هو انا الاصل اللي عندي 300 ألف شخص عايز اعمل عليهم استثمار وعايز اعمل لهم استثمار، انا مش عارف اعمل. بس فهي دي النقطه. بس انا يعني التجربه لازم بتنتهي في الاخر انك تتحرر. صح، يعني حضرتك شايف ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح، ان المسؤولين او المشرعين بدأوا يسمعوا. اتمنى اسرع شويه يعني. طيب هسال حضرتك سؤال، الاسراع في التعديلات دي مهم ولا التأني؟ مهم جدا، لان احنا جربنا خلاص يعني. مش لسه هنجرب، احنا جربنا بقالنا 50 سنه بنجرب النظام اللي هو الايه، شريحه ورا شريحه، ده يبص على ده وده يبص على ده، وخبط صفار يبصوا على الحاجه، يعني جربنا الكلام ده كله. وبعد ما كنا نبص يروح لحته ثانيه يبصوا فيها، وغالبا دول ما بيكونش يعني عارف انت بتعمل ايه. قانون الرياضه اللي هو رقم 17 او 71 لسنه 2017 قانون الرياضه، خلاص هو بقى له 6 سنين دلوقتي صح؟ فخلاص بانت المشاكل بالظبط، خاصه لازم بعد حكم عارف. يعني بعد حكم الدستوريه العليا واللي حصل الكلام ده كله، يعني قصدي اقول بقى عارف المواد، ما نفكرش كتير بقى. المواد ده غلط غيره الناحيه الثانيه، المواد اللي انت محتاج تخش بسرعه تغيرها بالظبط. يعني حضرتك بتطالب هنا ان احنا الاسراع في تعديلات قانون الرياضه طبعا. طيب. وحريه اتخاذ القرار من مجالس الاداره، اصل اعلى سلطه في النادي ايه؟ مجلس الاداره منتخب. بورد منتخب. منتخب وبيحاسب من جمعيه العموميه. حاسب من الجمعيات. انا ليه يكون عندي 10 لير؟ ليه انا بعد ما اخلص كل طب سؤال يا معالي الوزير، في ناس كتيرة معالي الوزير بتقول انه ما ينفعش يكون كل نادي ليه لائحته. والموضوع ده اثير جد بشكل كبير، ان هو احنا عندنا 5000 هيئه رياضيه، وصعب جدا انه وزاره الشباب والرياضه كجهه، الجهه الاداريه المسؤوله بمديريات الشباب طبعا، الجهه الاداريه المسؤوله على مراقبه الانديه والهيئات الرياضيه ومراكز الشباب والكلام ده كله اداريه، فصعب يبقى عندي 5000 ستاتيوس داخلي او لائحه داخليه لكل هيئه رياضيه لائحه، عشان اخش افهم لازم اجيب واحد يقعد يقرا اللائحه الاول. وفي ناس بتقول لك انه لا، لازم يكون اللائحه دي 80% كومن، كله مشترك ما بين الهيئات الرياضيه عشان يسهل دور الوزاره وعمل الوزاره، 80% من المواد الاساسيه و20% ليك كنادي او كمجلس اداره او جمعيه عموميه تغير فيها. حضرتك معني راي، يبقى لي لائحتي الكامله اللي انا مطلوب بيها واعمل فيها اللي انا عايزه، ولا كنترول بنسبه معينه؟ ارد بكلمه من سؤالك. اتفضل. هو ينفع 5000 جهه يراقبها 50 واحد؟ لا طبعا مش ممكن، حتى لو في لائحه هي مش ممكن. لا طبعا. فانت لازم تتحول الى بارالل سيستم متوازيين، انما احنا كلنا كده كده وبنروح في الاخر حته واحده. لائحه واحده يعني ايه لائحه واحده؟ ليه لائحه واحده؟ لائحه واحده افهمها في ايه؟ عدد الانديه، عدد الاعضاء مجلس اداره. نعم. في امين صندوق ولا ما فيش امين صندوق؟ انا قصدي الحاجات نائب ولا ما فيش نائب؟ انا قصدي الحاجات الكلام ده سيبه لمجلس الاداره، يعني سيبه للنادي، لائحه النادي. لائحه النادي اللي تحدده. تحدده. طب ايه الحاجات المهمه تبقى مشتركه في اللائحه؟ ما انت ما تجيش بقى ما هو النهارده لائحه النادي تحدده، انما انت جاي تقول لي عشان تجتمع جمعيه عموميه غير عاديه لاقرار لائحه عايز 12000 واحد في نادي الصيد. 12 زائد واحد. ما حدش هيجي. محدش هيجي. يبقى انا قاعد الجمعيات العموميه العاديه ما حدش بيجي. حضرتك لغايه دلوقتي ماشي على لائحه الاسترشاديه. ماشي على لائحه الاسترشاديه. انت بتتكلم جد معالي الوزير؟ اه والله. حتى الان نادي الصيد. وانا كان من 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 يعني من البلان بتاعتنا ان احنا هنعمل لائحه للنادي، انما احنا دخلنا في القانون الجديد بيتعمل. طبعا بالكلام اتكلمنا بالتوافق مع معالي الوزير ومع كده، هنستنى شويه اللجنه الاولمبيه، نستنى لما يطلع القانون الجديد. لا ده في احد الانديه الكبيره حب يعمل جمعيه عموميه، اتبعت له جواب من الاداريه. ما ينفعش اعمل جمعيه عموميه وتتكلف فلوس، واحتمال حتى لو اكتملت واقريت ويطلع القانون يغير لي حاجه في اللائحه، فانا لازم استنى. احنا يعني بنعمل الصيد حتى الان ماشي لائحه استرشاديه، انما احنا عملنا مشروع لائحه جديده ومن لجنه يرأسها سياده المستشار محمد شكري ومجموعه من الافاضل يعني، وبيعملوا النهارده زي حوار مجتمعي في جوه النادي جوه في الدقي وراحوا العطاميه. انتهت ولا لسه؟ لا لا لسه. فاحنا بنتكلم قدامنا كمان حوالي شهر كده قبل ما القانون يبقى احنا جاهزه، القانون يطلع لو في اي توافق وعدم توافق نظبطه وننزل ان شاء الله نطرح جميع. يعني حضرتك تؤيد ان كل هيئه رياضيه يبقى لها
حاجات اللائحه الداخليه ما يخصها ما يخصها، انما الدوله شايفه ان مجلس الاداره ده يبقى 12 واحد يبقى 12 واحد. طب معالي الوزير، انت مع بند الثمان سنين ولا ضده؟ بالنسبه لي انا شخصيا يعني لا انا مش عايز راي حضرتك، معاه عايز... ضده معاه ضده طبعا معاه ضده. انت بتتكلم في ايه؟ الاصل في الموضوع ايه؟ اختيار. نعم صح. لو انا عايزك تقعد 10 سنين قعدك 10 سنين. انما للاسف مع عمليات الانتخابات يعني اللي انتخبني ما يعرفنيش. نعم مظبوط. نعم. واللي انتخب غيري ما يعرفوش، وقد يكون انتخب واحد ما يبقاش هو الافضل. صحيح. او هو ما انتخبش اللي هو الافضل، ما حدش عارف. فانت بتتكلم اعتقد الثمان سنين ضروره، لان العمليه الانتخابيه والتعارف بين الناخب والمرشح غير واضحه، وثمان سنين بتبقى فتره كافيه كافية جدا. والتغيير مهم كافيه طيب. جدا. فهي انا بقول لك مع انه وان كان بالاصل المفروض الاختيار مفتوح، بس انا انما لا انا مع حضرتك في 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 الامانه بالصدق وطريقه العرض، لانه انا اتكلمت مع مسؤولين كتير دايما كلام حضرتك بصراحه دايما ضد بند الثمان سنوات، بس حضرتك النهارده بتقول لي لا انا مع بند الثمان سنوات ومش ضده خالص. لان انا لو عملت قعدت 8 سنين ما عملتش اللي انا عايزه. هتعمل امتى؟ هتعمل ايه؟ طيب. ولو انا عملت اللي انا عايزه النادي ده انديه واتحادات ولا انديه بس يا معالي الوزير؟ انديه. اتحادات لا؟ اتحادات نفكر فيها تاني. الاتحاد اللي ينجح، ما انت بص لو اتحاد نجح خلي بال حضرتك، حضرتك عضو في الجمعيات العموميه بتاعت الاتحادات، يعني انا بسالك هنا بروحين. انا بالنسبه لي انا عندي قدره كامله، الاتحاد اللي ده انا مش عاجبني مش هنتخب. انما مع الضغوط. طب تقول ايه الاتحادات قاعده دلوقتي 16 سنه ما عملتش حاجه؟ ما هو برضو ما هو انا هقول لحضرتك حاجه، انا قريت بعض اللوائح الدوليه بتاعت الفيبا وغيره، بيلزم الناشونال فيدريشنز بيلزمها ان هي تحط بند الثمان سنوات. يعني هتكلم عن الباسكت بول، لائحه الباسكت بول بتاعه الاتحاد الدولي بتلزمك تحط 8 سنوات، فيها اتحادات اهليه كتيره جدا شايلها. النهارده انا زي ما حضرتك قلت 8 سنوات انت ما عملتش حاجه، يعني المرحوم كابتن محمود احمد علي كان رئيس لجنه الاولمبيه المصريه وكان رئيس الاتحاد المصري، هو اللي حط بايده بند الثمان سنوات وهو اللي مشي بناء على هذا البند. فهو انا شايف ان الاتحادات اللي حضرتك عضو جمعيه عموميه فيها هي نفس الفكره. هقول لك رايي. اتفضل يا معالي الوزير. انا هقول لك ارجع لك تاني للنادي. انا قعدت 8 سنين. حالم اثنين، يا ما عملتش اللي انا عايزه يبقى لازم امشي، او عملت اللي انا عايزه. انا عايز اعمل ايه؟ ان النادي يديره اي حد تاني لانه بقى مؤسسه. نعم. فلازم امشي برضه. نعم. يبقى انا مع الثمان سنين 100%. ال- 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 الرياضه احنا من تجاربنا رحنا كاس العالم كل 28 سنه. تمام. فلو انا جالي اتحاد كوره وداني كاس العالم 4 سنين ورا 4 سنين وراها وبقيت بعمل شغل انجاز، هبقى صعبان عليا انه يمشي. صح. فاحنا عندنا جزء ايه، انما انت ما بتروحش كاس العالم وقاعد وتمشي وترجع يعني. بس انا احترم لازم حد يعني هل في جهه مطروحه للنقاش تقيم للنقاش. هل في جهه تقيم اداء هذا الاتحاد ولا هنرجع نقول الاصل ده حريه وده تدخل؟ احنا عندنا مشكله، عندنا مشكله في خلط كده. يعني ايه مفيش تدخل؟ النهارده روسيا لما عملت حرب ما دخلوهاش كاس العالم. يبقى في تدخل طبعا. مين قال مفيش تدخل؟ صحيح مظبوط. فاحنا موضوع التدخل يعني نتجرأ فيها شويه واحنا نتكلم مع بعض يا جماعه انتوا كفايه. طيب خلينا اروح مع حضرتك في محور تاني وهو الاستثمار. الاستثمار الرياضي ده موضوع كبير جدا وشائك وحضرتك اتكلمت فيه، بس انا عايز اروح يعني لمحور تاني. هل ليك الحق انت كنادي مثلا، انت هيئة رياضية، هل ليك الحق تاخد قروض مثلا وتعمل بيها مشاريع؟ ما هو ده برضه ضمن استثمار. يعني انا دلوقتي لما اخد قرض واول نادي، معلش انا اسف، دلوقتي قومت الفرع بكارد من البنك مده سماحيه مثلا شهر او سنه او اتنين وبسدد اقساطه، انا اللي بسدده كنادي، وبعد ما وقف لا انا ممكن اخلي ادويه بدل ما تبقى ب 200 300 الف لانه خلاص بقى كيان مش هينتظر. هل عندك الحريه دي ان انت تقدر تاخد قروض وتعمل مشاريع ولا دي قانون؟ للاسف لا، وده اللي انا اتمنى انه يحصل. بدل ما اعمل شركه عشان تاخد قرض، النادي نفسه ياخد قرض. اصل القرض على فكره انت بتتعامل مع بنك، البنك ما بيديش قرض غير لو الموضوع ده دراسه جدوى. دراسه جدوى طبعا، ودراسه جدوى ايجابيه. انا هدي لك مثل واحد. انا عندي مدرسه سكواش مثلا، عايز ابني ملعب سكواش. طب ما انا عارف ان انا هبني ملعب سكواش هيكلفني 5 مليون جنيه. انا عندي اللي داخلين لي، الولاد اللي داخلين لي، هدفع اشتراك كذا. قسطه موجود. الكاش فلو او الفلوس شغال، انا شايفها مش لو هديها للبنك، البنك هيقول لي اوكي. لان حضرتك عندك اوريدي 10 15 ملعب ماشيين كده. انما يقول لي لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما البنك بيمول النادي اللي جنبي اللي هو طالع بالطبق من قانون الاستثمار.
وانا ليه انا طالع تبقى القانون يعني عارف في حاجات ايه اديني كذا والبنك ما تقلقش البنك مش هيمول حقوقه 100% البنك لن يمول غير لما يكون عندك كاش فلو وتعاقد واعمل ايه هيديني 5 مليون جنيه ابني بيهم الشغل واحط حساب في البنك ده نفسه اشتراكات اللعيبه تروح فيه لغايه ما يسدد نفسه وانا استفدت في الاخر انا استفدت إيه؟ ملعب والاعضاء استفادوا والاعضاء استفادوا يعني حضرتك طلبت ده النهارده في جلسه الاستماع التعقيدات بتقتل اي فرصه ومش هنقدر ننكر بقى ان انا مهما كنت يعني سوبرمان وراجل اللي معايا هيخافوا والموظفين هيخافوا صح والاعضاء فالموضوع لازم يكون بمنتهى الوضوح الصلاحيات تبقى واضحه الفرص الاستثمار تبقى متاحه للنادي العادي اللي زي حالتنا والانديه الجديده والانديه الاستثماريه الفرق مفيش فرق ده نادي وده نادي بالعكس النادي ده تبع شركه والنادي ده تبع الوزاره والنادي انا ما بعرفش كده اعرف انه يبقى قانون واحد او انت بتتكلم زي ايه اطلق ايدي في الاخر مين المالك الاصلي الدوله ماشي اشتغل زي هو في فلوس خضراء وفلوس حمراء وفلوس زرقاء ما هي هي فانا احنا انا طول عمري ده مبدئي على فكره طول عمري بطالب بالكلام ده وانا كنت في شغلي بطالب بيه التحرر للمسؤول اتعب قوي في اختيار المسؤول وسيب له ايده عشان كده حضرتك قلت لي في بدايه الحلقه والسؤال اللي سالته حضرتك قلت لك انهي اصعب الوزاره ولا النادي قلت لي بدون تردد لا الوزاره انت عندك انت بتحط الياتك ما انت ما تقدرش تجيب واحد تقول له اعمل لي كذا بس بالاليات دي انا اللي بقول لك الاليات بتاعتي اللي اقدر اعملها لا ممكن عندنا في وزارات انا بتكلم في الرياضه لا ليه لا لا على فكره انا كل من بتتعامل معاهم شايف حاسس بالمشكله دي واعتقد النهارده فرصه يعني من اول سياده الرئيس بيدي صلاحيات واضحه وعايز قفزات تبقى موجوده في كل مجال بتتكلم مع وزير الشباب عايز يعمل وعامل وبيدعو للاستثمار الرياضي بس انا بقول له احنا كلنا عايزين استثمار رياضي بس دخل لي النادي مش بس اعمل استثمار رياضي جوه النادي لا انا عايز النادي نفسه ياخد استثمار رياضي صحيح بنفس الشروط وبنفس القواعد وكل حاجه معالي الوزير انا مش عايز اقول قد ايه انا استمتعت بالحوار مع سيادتك الله يخليك كابتن وشخصيه وقامه كبيره ويمكن ده اول لقاء بينا وبشكرك شكرا جزيلا على انا اعرفك من ايام كنت بتلعب منتخب مصر يعني كنا طبعا احنا في الالعاب الاخرى دي سنين طويله والحقيقه انت نورتني وشرفتني يا باشمهندس والحقيقه عايز اقول لحضرتك اتكلمنا في كذا موضوع انا نفسي استفدت من حضرتك الله يخليك حبيبي شكرا معالي الوزير عبد الله غرام يعني وزير البترول السابق ورئيس نادي الصيد بشكرك شكرا جزيلا الله يخليك الف شكر اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده نتمنى نكون اتكلمنا في كل شيء مع معالي الوزير في الرياضه وقد ايه الانديه المصريه يعني بتقاتل عشان تبقى موجوده وقد ايه عشان تحافظ على النشء وتحافظ على الابطال الرياضيين في كل الالعاب بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى حلقه جديده من الابطال.